احنا تخانقنا، بس انا خفت كتير. شو عمل؟ ضربك شي؟ اذا ضربك خبريني ديما وما تخافي من اي شي. ماشي احكي. ركان عصب وخانقني كتير، وانا عليت صوتي ورديت بوشه كمان، بعدين صار يصرخ اكتر. شو السبب يعني؟ نورمان انتي ما تتدخلي مشان نفهم شو القصة. خلاص اسكتي. صراحة ما كان في سبب مهم، يعني موضوع تافه، بس توترت وما قدرت سيطر على اعصابي. بنوب ايه، ليش اتصل فيكي وشو كان بده مني؟ راكان عارف انه غلط بحقي واتصل ليعتذر، حتى قال لي انه هو على طريقه جاي لياخذني مشان يرجع يعتذر مني قدامكم مرة تانية. اجا سيد راكان. ليش ديما عم تبكي؟ عزيز في كتير شغلات انت بتعرفها بس اللي جوا ما بيعرفوها. قصة الإجهاض وصايد بدر اللي خسرناها واتهامكن إلي بالحادث تبع أخوك وقصص تاني مثل هيك، بعرف إنه الحق علي ولهيك بدي اعتذر منه بعد إذنك. طبعا ممكن لا تواخذوني إذا زعجتكم بهذا الوقت المتأخر، ما بتمنى توصل الأمور لهون. حبيبتي بتمنى تسامحيني، غلطت بحقك وضغطت عليك كتير، يا ريت تقبل اعتذاري لو سمحتي. تعرفي أنتي أن كل شي عم بعمله بهاي الحياة كرمال حبيبتي ديما. يا عمري اشتريتها لتسامحيني. ها ديما لا تخجليني، يلا خديها. أنا آسف حبيبتي، لما عرفت إنها طلعت من البيت والله كانت رح تجيني الشلطة. راكان إذا بتفكر تضايق ديما مرة تانية رح تلاقيني واقف بوشك. عزيز بعرف إنه أنت قلقت يعني، وكل اللي هون كمان قلقوا، وأنا بعتذر منكم كلكم، بس يعني هاي المشكلة بسيطة بتصير بكل العائلات بين الزوجين، وانت بتعرف القصة بسيطة ومو مستاهلة، بس انا متوتر بهالفترة. انا عن جد بعتذر لانه زعجتكم بهيك وقت، كنت حابب اني اشوفه لبدر بس بعرف انه بيكون نايم، وصلوا له بوساتي. يلا نمشي حبيبتي، ماني حابب نزعجهم اكثر من هيك. يلا حبيبتي. ديما صرتي منيحة هلا ولا لسه؟ قليلي. ديري بالك على حالك، ما تخاف علي. يلا حبيبتي تصبحوا على خير، انتبهي على مالك شوي شوي. شو اللي صاير بينه؟ لما شفت ديما بهالحالة خفت كتير، واضح انه صاير معه مشكلة كبيرة. اجا راكان صالحها وببساطة راحت معه، مو حاسين انه في شي غريب؟ ايه طبعا اللي صار غريب كتير. يعني قصدكن هي لعبة من اختي ديما؟ لا عزيز، واضح انه هي مانا لعبة. ديما كانت عم ترجف وهي عم تبكي. انا ما عجبتني حالتها لديما، بظن انه في ورا هي الخناقة شي كتير كبير. مثل شو؟ ما بعرف، بس لازم نعرف بأسرع وقت.
عزيز لا تترك ديما لحالة بقى. طبعا ما رح أتركها، بكرة بروح لعندهم ورح أحاول أفهم منها شو يلي صاير. إيه أحسن. صح إنه أنا وأختك ديما علاقتنا مو منيحة، بس مبين إنه المخلوقة تعبانة ونحنا لازم نوقف جنبها، مو هيك فريد؟ إيه مزبوط. بس أنا هلأ عم فكر ببدر، الحمد لله إنه قدرنا نطالعه من عندهم. معك حق، مو حابة أتخيل وضعه لبدر لو هو كان عندهم بالبيت اليوم. عأساس الوضع هون مناسب أكتر؟ يعني هلأ وقته هاد الحكي؟ لك بقصد لأنه زواجكم مانو حقيقي، زواج على الورق وبس. نورمان ما عاد تحكي بهالقصة، بما أنه انفتح الموضوع خلونا نتفق أنه يضل سر بيناتنا وما نعطيهم ولا صغرة. ديما لو سمحتي حاجة بقى حبيبتي، بكفي بكي ونواح، أساساً ما بحب الأصوات بنوب. كله بسببك، أنا هلا صرت مجرمة، خليت نيتون شخص ما بعرف. لا تفكر فيه، لو عرفتي ما كنت زعلتي عليه لأنه شخص سيء. لك أنت مالك بني آدم بالمرة، يعني ما فيك تتخيل الشي اللي عم حس فيه هلا. كيف فيك تكون هيك قاسي وظالم وبلا رحمة؟ أكيد قلبك مصدوم من حجر. أكيد بسببك أنت يا ديما، اللي صار بسببك. عم تفهمي شو عم أقول؟ لو مركبتي راسك وتصرفتي من عندك ما كان صار فيكي هيك، فهمتي بقى؟ حاجة تعملي مشاكل، الزلمة مات ومش الحال. أنت أحقر واحد شفته بحياتي. ديما لا تطالعي لي جناني، أنا ما رح اسمح لك تضلي عم تبهدليني وتسبيني بهي الطريقة، عم تفهمي؟ كل شي عملته كرمالنا أنا وياكي. قلتلك إنه أنت صرتي مثلي مثلك هلأ، يعني مجرمة مصنوعين من نفس الطينة يا عيني، مثل ما عم أقلك ديما. إذا ما بتلتزمي حدودك بحكي مع الشرطة، بعطيهم إثباتات، وخلال ساعة واحدة مو أكتر أنت بتكوني عندهم، بيحولوكي على المحكمة، وأول ما توقفي قدام القاضي رح يحكم عليك بعشرين سنة. بيكفي بقى حاجة ولا كلمة. ولمعلوماتك الوقت بالحبس مو مثل الوقت برا، لأنه بيمشي على مهله، كل دكة منه بتاخد شي سنة من العمر. السجن ما بيشبه قصرك يا بنت، يعني هنيك ما فيكي حتى تشربي فنجان الشاي بدون ما يكونوا حاطين لك بقلبه السم. لك الزلمة بشوارب ما قدر يعيش فيه، كيف انت بقى؟ والله بتموتي. انت بفكر انك ماسكني من الايد اللي بتوجعني؟ انت من زمان خسرتني وما عاد بتعني لي شيء. من اليوم ورايح مستحيل تكون زوجي، رح أعتبرك من الخدم اللي عندي. الحمد لله أنه ما فاق وما سمع أي شيء. مين بيعرف بشو بيكون عم بيحلم بهالوقت؟ بالقطط أكيد، والهمبرجر والملاهي وفوتبول والسيارات والبنات كمان. لا هيك ما بظن، طفل بعمره ليش ليشوف بنات بأحلامه؟ أنا كنت شوف. اللي كانت حبك الأول؟ يعني فيك تقولي هيك. طيب ماشي، فوق راس الولد ما فينا نحكي هالقصص، تتخزن بعقله الباطن. غارت علي. هلا وصلنا لنهاية رفقة السكن تبعنا. للأسف هذا كان آخر يوم معك. بشكرك على كل شيء. لا العفو ولا يهمك. هلا شو رح تعمل؟ رح أروح على البيت. بعرف إنه بدك تروح على البيت ورح تقعد هنيك ويدي خلقك بدوني، قصدي شو رح تعمل بعدين؟ الليل طويل كتير وأكيد رح أقعد وفكر بشغلات لازم فكر فيها. بدك تفكر،
يعني رح تروح هلا وتزت حالك على الكنباية مثل كيس لطحين وتحط الحزن بالجرن، وبعدها رح يخطر على بالك شخص. اختي المصيبة الأكبر يلي شغلتك عطول نازلي. حاول إنه ما تفكر فيها، تمام؟ طيب، بس ما فيني وعدك لأنه بهدول اليومين صايرة عم تخطر على بالي أكثر من قبل. شوفك. شوفك. نورمان. أنا بشكرك كمان لأنك ما تركتيني لما كانت ظروفي صعبة. شكراً. أهلا وسهلا، كان واجبي. تصبح على خير. تلاقي الخير. شو كان اسمه؟ مين؟ حبك الأول. يعني فضولك ما عجبه يشتغل غير بهذا الوقت؟ ايه بس أنا قلت لك اسمه. ايه مزبوط قلتي لي اسمه، وبعدين اجت فتون وأخذته منك. والله ومتذكر، قل لي اسم حبيبتك الأولى ومين اللي أخذها منك؟ أنا ما بسمح لحدا ياخذ شي بخصمي. ايه بعرف إنك ما بتسمح لحدا. يلا حكي لي فريد، ليكون في بماضيك شي قصة بتوجع وما بدك تتذكرها. تلاقي الخير نازلي. ايه فهمت، لا تواخذني، مو قاتلي حالي لأعرف، شو بيهمني، بس قلت منتسلى شوي. تمام شريف بيك، اليوم بمر لعندك بالمرة بوقع وباخذ المصاري. شوف ما تشغل بالك ولا تقلق بنوب، رح نرجع المصاري بوقتهم. شريف بيك لازم سكر هلأ، يعطيك العافية. شو مع مين عم تحكي لهم بعدك كل هالقد؟ مع بياع الخبز، عم يعمل خبز كتير طيب، وصيته يبعت لنا على المطعم. بالمناسبة إقبال خانهم بعتت بدر من بكير كتير مشان ما تقلق عليه. تمام. بدي روح، أنا تأخرت على المطعم. خليني وصلك بطريقي طالما رايحة على المطعم. شوف أنا عندي مشوار قبل المطعم، ولهيك ما في لزوم أنك تغير طريقك. طيب خليني جيب جزداني من جوا، بشوفك. الله معك. شو هاد يا؟ من الصبح عم دقله ما عم بيرد علي، وهلأ دقيت له طلع مقفول موبايله. يا نورمان تركيني من عزيز هلا واحكي لي عن ديما. امبارح حكيتي لي عنها كلمتين ورحتي نايمه بتختك، ما فهمت منهم شيء. شو اللي صاير مع المخلوقه؟ كنا كلياتنا ببيت فريد بيك وما شفنا غير الست ديما جاي وبتقولي ضاربه فيضان تسونامي وعواصف رعديه وزلازل وكوارث، الدنيا كلياتها نازله فوق راسها، ومن كتر ما كانت منهاره والله ارتعبنا لما شفناها. هي مجنونه يعني؟ معقول تجي على بيت فريد بهيك وقت؟ لك نورمان تعالي نقعد بس خمس دقايق واشرحي لي شو صار بالتفصيل، والله ما فهمت شي. تعالي. طيب ماشي يلا. يلا لشوف، خبريني القصة من بدايتها، من لما وصلت. طيب نحن كنا قاعدين. تمام. بعدين وصلت الست ديما فجأة، ولو شفتي وجوهنا كيف صارت أول ما لمحناها بهالحالة. عزيز جن وتغير لون وشه لما شاف أخته بهالحالة المرعبة، وهو من غير شي هي الفترة عم يمرق بأيام قاسية كتير، وكل ما لأموره عم ترجع لورا. يا الله دخيلك. ما فهمت يعني هلأ مين منهم بطل فيلم فيضانات التسونامي والزلازل والبراكين، الست ديما ولا عزيز بيك؟ والله طوشتي مخي، ما فهمت منك شي. عفكرة أنا حاسة إنك مهتمة كتير بعزيز، بتوقع إذا خبرتيني بهالشي ممكن ساعدك. لك أنت شو عم تقولي فتون؟ معقول هالتخريف هاد؟ والله ما بعرف كيف صايرة. مو أنت طلبتي مني خبرك من البداية؟ وهي أنا عم خبرك وبالتفصيل مشان تحسي حالك وكأنك كنتي معنا هونيك وعشتي نفس الشي اللي نحن عشنا. بس بتعرفي ما بتستاهلي إني كفي لك. قومي شرفي خلينا نروح المطعم يلا. لك شو صار لك نورمان؟ ما قلنا شي. صار عندي فضول ولازم أعرف شو بده يكون عاملها زوجها الحقير. يعني هو حسب الحالة اللي كانت فيها بتحسي إنه راكان متحول لزومبي وهجم على مرته، بس انصدمنا كلياتنا لما اجى راكان واعتذر منه وراحت معه بدون نقاش. شو هالحكي هاد؟
ليكي نورمان، خطرت ببالي شغله، ليكونوا ديما وراكان عم يحضروا لشي مؤامرة جديدة، واجت امبارح لبيت فريد لحتى تحط لهم جهاز تنصت. اي لا شو هاتفتون؟ انت شو عم تحكي؟ قال جهاز تنصت، مو معقول شو صاير لمخك؟ تعرفي اني حاسه انه صاير شيء لعقلك بهالفتره اللي انا قعدت فيها برا البيت؟ بتقولي عم تسهري على الافلام البوليسيه؟ انت بتضلي عم تتمسخري نورمان، عندنا كتير شغل بالمطعم، يلا هاتي جزانك وامشي بسرعه، ضيقتي لي خلقي، الواحد بده يسحب الكلام من تمك سحب. بتعصبت فش خلقه فينا. شريف بيك نحن متضايقين ماديا بهالفتره، صار له كم شهر المطعم ما اشتغل منيح، ولهيك بدي منك لو سمحت انه يكون تقسيط المبلغ على 3 دفعات. نازلي خانو، حضرتك ثقه بالنسبه لنا، بس بالدنيا في موت وحياه، منشان هيك لو سمحتي وقعي لي على هدول السندات. تكرم عينك، هذا حقك ولازم تضمنه. لا تقولي هيك لو سمحتي، لانه حقي عندكم مضمون. المبلغ رح يكون 300,000، وقعي لي 3 سندات كل واحد ب 110,000. 10 فايده كل شهر؟ يعني لا تعتبريها هيك، فيك تقولي مربح. طيب المصاري جاهزين، تفضلي عديهم. ما في لزوم. بدك ما تواخذيني لأنه عطيتك ياهم باليد، بس يعني أحسن ما نعلق بمعاملات البنك. ولا يهمك، بكفي إنك وقفت جنبي وطالعتني من مشكلة. لا العفو، شغلنا نطالع الناس من المشاكل، رح حط السندات بالدرج هون. ما رح نضل 3 شهور، إن شاء الله منسدد المبلغ قبل. كل ما سددتي دفعة بتاخدي سند. فهمت، معناها رح أروح وأدفع المبلغ، ما بدي أتأخر أكتر من هيك. شكراً إلك، مع السلامة. من ريحتها مبينة طيبة، زوق إيمان خانم من طول عمره غير شكل. يسلموا إيديها. مرحبا. شو أخبار؟ الحمد لله. شكرا إلك وإلك. أهلا وسهلا. فريد بيك؟ فريد بيك؟ إيمان خانم بعثت لك هذا البسكويت، كالعادة عاملتهم بإيديها، وبتقول لك كل عام وأنت بخير. أوه إيمان خانم بعت البسكويت بكير هالمرة. طعمتهم بتشهي ولساتهم سخنين. معناها اليوم عيد ميلادك سعيد. خلاص هلأ الكل بيسمعوك وبيعرفوا، بيصير بدهم يجوا يعايدوني، وأنا ما بحب هالحركات بنوم. ولأنك ما بتحب هالحركات كل سنة بنسى عيد ميلادك. طيب خد السلة وامشي على مكتبي. فريد بيك، بتحب أنت اللي تحكي مع أمك ولا أنا أبعت لها رسالة موقعة باسمك؟ أنا بحاكي إقبال خانم. شكرا فريد. لهلأ ما سامحت للست إيمان؟ كيف بدي سامحها؟ أنا مو قلت لك أنه ما عاد بدي إياك تفتح معي هذا الموضوع مرة تانية؟ طيب ماشي، واقف خليني عانقك وعايدك بمناسبة عيد ميلادك. فيك تعانقني جوا، يلا تعا. هي والله معك حق. ها هون ما في حدا. كل عام وانت بخير يا أخي الحبيب. وانت بألف خير، العمر الطويل إن شاء الله. ما اشتريت لك هدية لأنه ماني متذكر بالمرة. هلأ أنا قدرت تسكر لي تمي، بس نازلي كيف رح تسكتها؟ في بين إيديها دفتر عائلي هالقد قده، وأكيد بتكون مسجلة تاريخ ميلادك على قائمة مشتريات المطعم مشان ما تنسى. أساساً أنا شاكك أنه نازلي عملت لي مفاجأة، لأنه الصبح كانت عم تحكي على الموبايل بصوت واطي، ولما قربت لعندها سكرت، شكلها عم تخطط لشي. شو ناوي تعمل يعني؟ أصحك تتصرف بطريقة بشعة وتزعجها للبنت، خلي البسمة على وشك. ها؟ مفهوم. نازلي ما كان بدها يعني، ومع هيك غيرت حياتها وجازفت بكتير قصص كرمال بدر، وإذا بعمل معها أي شيء مو منيح بكون عم مظلمها. يعني رح خليها تعمل مفاجآت وأنا رح أتفاجأ. أيوة هيك بدي إياك. شو رأيك ابعت طارق لعندهم على المطعم، خليه يشوف لنا شو الوضع هنيك، وإذا هنن عاملين شيء أو لا، مشان نكون جاهزين لكل شيء. المصاري اللي أخذناهم من شريف بيك رح نسدد فيهم الديون، بس لازم نشتغل كتير مشان ما نتضايق الشهر الجاي. طيب حتى عم فكر دور على شغل تاني. شو عم تقولي؟ يعني ليش الشغل التاني؟ لأنه المطعم لحاله ما بكفي. طيب نازلي، بس أنت ما عندك وقت لتروحي على شغل تاني، عندك شغل المطعم وشغل البيت وجامعتك نسيتيها؟ منيح اللي ذكرتيني، لازم روح جيب محاضراتي بكرة، رح سجل مشان ما أنسى. نازلي لا تنسي تجيبي محاضراتك.
يمكن روحتي على الجامعة تفيدني شوي كمان، بركي بسأل رفقاتي عن شغل. ايه نازلي، آخر مرة سألتيهم فيها عن شغل تعرفتي على فريد بيك وتغيرت كل حياتك وتزوجتي، مين بيعرف هالمرة شو رح يصير؟ فتون الله يسامحك، أنا هلأ مرة متزوجة وسعيدة بحياتها. ايه والله تتهني. يا ريت لو رفقاتك يدبرولي عريس لقطة مثل ما دبرولي. يا سلام، شو قلتي؟ ميمار، مو على أساس أنت معجبة بطارق؟ لا يعني ايه، بس طارق ما نو حاسس فيني أبدا، وكمان انتي فتون ما ساعدتيني. بس مثل ما بتعرفي يا وردة اليابان، هي الأمور ما بتصير بسرعة هيك، بدك تكوني صبورة شوي. لكان شو مفكرة؟ لحظة بس دقيقة، انتي وطارق؟ ايه يعني، بس لسه ما صار شي. انتو بتلبقوا لبعضكن كتير، بتجننوا على فكرة. ارتاحوا ارتاحوا، خليكن قاعدين انتو. ايدي هلا نورمان، معلش يتقطعوا. ما شو هاد؟ سلم ايديكي نورمان، هاتيون عنك. يلا ما في داعي تنقي هاليوم، اعتبري بدل اللي قعدتيهم بالبيت. بعدين نحن ما عم نتسلى، قاعدين عم نظبط امور الشغل هون. شوفي في عنا خطط جديده هاي الفتره. حلو، وانا كمان حابه خطط لشي جديد، واللي هو اني اخلص من هالشغل باسرع وقت ان شاء الله. وانا بتمنى لك هالشي يا روحي، بس بالاول بدي تلتزمي بالاتفاقيه، ممنوع تطلعي من المطعم قبل بدقيقه. ايه يلا انتوا اخوات بين بعضكم، اجا طارق وانا رح روح شوفه. يلا اختي الحلوة يلا. اهلين طارق، كيفك؟ شو عم تعمل هون؟ منيح، انت كيفك؟ منيحة مثل العادة، كل الوقت شغل. معناتها مشغولين ها؟ اليوم عندكم شغل طبعا؟ نوب، لساتنا الصبح وبهذا الوقت ما بيصير عنا ضغط. يعني ما بلشتوا تحضيرات مشان المساء؟ يعني نحنا بالأول منحضر لوجبة الغداء وبعدين لوجبة العشاء، وبما أنه ما في مناسبات فنحنا مرتاحين اليوم. والله أنت يا فتون بتخوفي، محترفة بحفظ الأسرار. كيف يعني شو قصدك؟ لا خلصنا بكفي بقى. يي والله عشوي أنا كنت رح صدقك، عن جد أنت يا فتون ممثلة كتير عظيمة. الله، بس ما في داعي تمثلي علي فتون، لأني بعرفك منين. شو بتعرف؟ عم قلك بعرف. لك شو؟ لك شو صار لك؟ بعرف أنه نازلي خانم عم تحضر لحفلة المساء تفاجئ فيها فريد بيك بعيد ميلاده، وانت عم تساعديها. عم تحاول تفهمني انه اليوم عيد ميلاده لفريد بيك. الله، لساتك مكملة بالتمثيل، والله برافو، بهنيكي عن جد، انت مبدعة. بس بتعرفي شو؟ ما كنت متوقعك انه عندك خبرة لهالدرجة بمجال التمثيل. يلي واقفة قدامي محترفة، ولك بتستحقي جائزة اوسكار لهي السنة، الممثلة الرائعة والمبدعة فتون. برافو عليك. طيب فتون، طارق واحد منا وما في داعي انك تخبي عنه. شوف طارق، اكيد نحن مستحيل ننسى هاليوم، بس كنا حابين نخبي هالشي مشان تزبط المفاجأة اللي رح نعملها المساء للسيد فريد. كل القصة انه فتون تفاجأت انك بتعرف. ايه والله انا عن جد كثير تفاجأت، لانه على اساس الموضوع سر. بس انت من وين عرفت؟ قلي ها. بس اسمحوا لي لكم انه انتم مو شاطرين ابدا بتخبايه الاسرار. اي طبعا، لانه فريد بيك بيعرف انه انتم رح تحتفلوا. قصدك تقول انه فريد رح يكشف المفاجاه اللي انا عملت له اياها بعيد ميلاده؟ يعني اي سعيد بيك هو اللي خبرني، لانه فريد بيك قال له لسعيد بيك هو متوقع انه انتم عاملين له مفاجاه المساء، وقال كمان انه مستنيها بفارغ الصبر. ليكي انا كيف فضحت حالي. سعيد هو اللي بعتك لهون مشان تخبروني باللي عم يصير؟ ايه بعتوني لشوف شو عم تعملي، وقالوا لي بدنا نعرف كل شيء بالتفصيل، بس حاسس اني وقعت بورطه لأنكم عرفتوا أني كشفت القصة. شوف طارق، لا تخاف أبداً، ما رح نخليهم يعرفوا. بس بتعرف شو لازم نعمل؟ أنت اتصل بسعيد على أساس أنك عرفت أنه عاملين حفلة اليوم المساء مفاجأة لفريد. إيه، وأنك ما حكيت معنا بأي موضوع، يعني نحن ما بنعرف. ممتاز، يا ريت والله مشان ما نحط بموقف محرج. لا تاكلهم. رح أحكي مع سعيد بيك وقول له هالشي. وبرأيي لازم ضل هون مشان ساعدكم، يعني في حال لزمكم أي شيء من برا مشان الحفلة خبروني فورا ورح تلاقوني جاهز. يسلموا طارق، باي. هلأ شو بدنا نساوي نازلي؟ ما بعرف، لكن مبارح كنت متذكرة، بس اليوم انشغلت بقصة القرض وراحت القصة كلها عن بالي. يا الله دخيلك، من وين طلعت لنا هاي القصة؟ نازلي شو لازم نساوي؟ عندي فكرة، خلينا نرفع كل الكراسي والطاولات ومنعزم رفقاتنا ومنساوي الحفلة هون، شو رأيك؟ فتون شو هالمسخرة؟ ما سمعتي شو قال؟ مفكرني فريد عملت له مفاجأة كبيرة، ما فينا نعملها هون. لازم ندور على مكان كبير، حتى لازم نفكر شو لازم نساوي مشان فاجئه لفريد. معك حق، خلينا نفكر شوي. خدون لطارق بيك، خليه يبلش بالدفع. أمرك راكان بيك. ديما؟
عزيز أهلين وسهلين. أهلين فيكي، كيفك اليوم؟ ماشي حالي. أنت منيحة؟ إيه أختك منيحة ما شاء الله عليها مثل الوردة، مو هيك حبيبتي؟ راكان أنا حابب أحكي معك شوي. ما حبيت أحكي مبارح من شان ما تنجرح أختي قدام الموجودين، بس هالموضوع ما تسكر. أي موضوع؟ كأنه عم تتمسخر علي راكان. شو صار لك عزيز؟ روق شوي، ماني عم بتمسخر عليك، بس إذا حابب نحكي بالموضوع ماشي منحكي. شو قلت لك أنا مبارح عزيز؟ لا تدخل حالك بحياتنا، ما حدا في يدخل بين مرة وزوجها. بما أنه لساتك مصر رح أرجع أقول لك، هجمتوا على بيتي ونزلتوا فيني ضرب قدام مرتي. أنت وفريد اتهمتوني بقتل أمير وزينب، وبنفس اليوم أختك الفهمانة هي عملت كورتاج وقتلت ابني بدون علمي. بعدها بكم يوم منخسر وصاية بدر بقرار من المحكمة. أنا ما بعرف أنتو كيف عم تفكروا. مو لازم أقعد أنا ومرتي ونحكي بهالمواضيع؟ أنا عملت شي غلط؟ احكي شبك حبيبتي. ممكن تحكي اللي صار لأخوك عزيز؟ عزيز نحن منحل هالأمور بيناتنا، لا تشيلها. ماشي، معناتها روح البسي لأخذك معي على الشركة، خلينا نخلص من نقل الأسهم. ناطرك برا. طيب. الله معك عزيز. راكان أنا لازم روح معه على الشركة، لأنه صاروا بيعرفوا أنه تخانقنا مبارح، وإذا ما رحت مع عزيز هلأ رح يشكوا فينا. حبيبتي اسمعي، ضروري أنك تروحي، لأنه في إلنا حق بالشركة وإنتي لازم تأخذيه، مشان يكون في إلنا جاسوس على فريد أصلاً. عم تفهمي علي؟ راكان أنا ما عم بفهم عليك، شو بدك مني؟ شو المطلوب؟ كوني قريبة من فريد، أساساً هي كانت رغبتك من كم سنة، خليكي قريبة منه وجيبي لي معلومات عن فريد بكل لحظة. سمعتي حبيبتي؟ لو سمحت. منتبه انه نحن صرنا ثنائي ناجح حبيبتي. صدقيني انا عم بحبك اكثر من قبل بكتير، ما بعرف ليش. ما بدي اتاخر على عزيز. بعمل إيميل وببعث لكم يا منصير منتواصل عليه. شكراً كتير إلكم. الجو حلو برا، ليش مسكرة هاد؟ هيك بتتهوى الصالة، شو عم تعملي؟ لا ولا شي، عم اتفرج على صور سعيد. هلأ ما بعرف إذا صارت تطورات بعلاقتكم، آخر شي بعرفه أنه اتفقتوا تضلوا أصدقاء ما؟ إيه فعلاً هاد اللي صار. لكن نازلي شو طالع سعيد حلو بهاي الصورة؟ فتون يعني حتى لو كان رفيقي ما بيصير اشتقله مثلا؟ لا تطلعي فيني هيك. لحظة وقفي، هاد فريد مو؟ ايه هنن كاتبين بمناسبة عيد ميلاد فريد اصلا، هاي الصورة من 7 سنين. بس نحنا ما بنعرف غير سعيد من بيناتهم، الباقي ما اجوا على العرس كأنه. حاسة انه نفترقوا عن بعض نازلي، مع الأسف. شكلهم كتير كانوا مقربين من فريد. عادي، مو الكل بيقدروا يحافظوا على رفقاتهم القدامى، يعني مو الكل مثلي. ايه طبعا. فتون لقيتها. شو لقيتي حبيبتي؟ لقيت المفاجأة اللي رح نعملها بعيد ميلاده لفريد اليوم. كيف؟ أصدقائه لفريد اليوم منجمعهم كلهم بنفس المكان، يعني منخليه يجتمع مع رفقاته من جديد ويراجعوا ذكرياتهم. وفريد ما رح يتوقع هيك مفاجأة. عن جد فكرة حلوة نازلي، بس نحنا كيف بدنا نلحق كل شي من هون للمساء؟ ومين بيعرف وين صارت أراضيهم؟ والله ما بعرف، بس القرابة بيجوا أكيد. خلص نحنا بنعمل اللي علينا. برأيي فريد رح يفرح كتير بالمفاجأة. طبعا. سعيد قوم نروح على مشروع شاك ماكاوي ونشوف شو عم يصير هونيك، لأنه الشغل كتير بطيء، بركي منخليهم يشدوا. ايه طبعاً طبعاً منروح، بس لحظة. على شو عم تتفرج؟ يعني مو بقصدي صدفة،
طلعت قدامي هي الصورة اللي تصورناها، كانت بيوم عيد ميلادك من 7 سنين. لسه ما أمتى من صفحتك؟ مو أنا اللي حاططها فريد، هذا عمر نشرها وعملنا مشاركة فيها، يعني ما في أحذفها بنوب. بس فيك تحذف الصفحة كلها، ما بحب شوفها، بتعرف شو اللي صار بيومها. طيب ماشي معك حق، أنا ما دخلني، هذا الموقع عنده ميزة إنه بيذكرك بالبوست اللي نشرته بهذا التاريخ. ما فيني اسمع اسمها لبنان مو شوفها. تمام، اعتبر حالك ما شفتها، وما في داعي تتضايق، والقصة إلى سنين فريد. خلص روح أنت لا تاكل هم، أنا بتصرف ما تخاف. نازلي الحلوة، شو عم تساوي لهلا؟ عم ابعت لهم رسائل كل واحد لحاله، ما بدي ابعت رساله مشتركه للكل مو حلوه. يا سلام، عن جد فكره حلوه، مع انه كان فيكي تعملي لهم مجموعه وتبعتي لهم رساله واحده، بتوقع انه كانوا رح يستمتعوا بالرساله اكثر من كل واحد لحاله. بحب احكي بمجموعه وابعت لهم رسائل بنص الليل. انا اكثر وحده بتعرفك فتون، لا تحكي لي. بتعرفي شو ابشع شيء بهالمجموعات نازلي؟ الناس اللي بيشوفوا شو عم تبعتي وما بيردوا عليك، كثير بيضايقوني. في هدول اللي بيبعتوا نكت تافهه للمجموعات، بطق روحي منهم. ايه بعرفهم، وانا كمان بطق منهم. وهي اخر رساله وبكون خلصتهم. ولمين؟ بنان توران. شو تركتي احلى وحده فيهم للاخر يعني؟ ليكون ما بدك اياها تيجي على عيد الميلاد المسا، ها؟ شو عم تقولي فتون؟ بالعكس بدي كل رفقاته يجوا. ليكي شكلها كيف؟ كأنه بتشبه الأشخاص اللي بيصيبوا بالعين، شو رأيك بلا ما نعزمها؟ فتون، هاي الصورة إلى 7 سنين، بتكون تزوجت وصار عندها أولاد وتغير شكلها. إذا في إلها صور تانية افتحيهم لنشوفها. شو؟ ما فينا نشوف صورها لأنه نحن مو رفقات. معناها أنت محاولة من قبل. ليكي فتون، ما تلهيني أكتر، ما بيكفي ضيعت وقت كتير وأنا عم أبعت لهم رسائل؟ إن شاء الله نلحق، رح أروح شوف الشغل وبعدين رح أمرق أشوف المكان اللي اقترحته ميمار للحفلة. ديري بالك على المطعم، بشوفك. تكرمي حبيبتي، يلا الله معي. يعطيك العافية نورمان. أهلين طارق، إذا بتحب تعشتغل معي. لا مشكورة، ما بحب هالشغل، الله يعينك. إذا بدك تضلك بهالحالة رح تخسر كل شيء. كيف؟ فتون انفصلت عن سعيد ولساتك حاطط إيدك ورجلك بمي باردة. نورمان شو بتقصدي؟ ما فهمت عليكي. معقول طارق؟ قديش دمك بارد؟ شو ناطر أكتر من هيك يعني؟ ناطر روح لعند فتون حضرتي واخطب لك ياها؟ والله فكرة كتير حلوة وإنتي قدها. بدك الصراحة بتفضلي علي إذا بتساعديني، لأنه الحقيقة أنا عجزت، كل ما قربت فتون بتبعدني وبتسكرها بوشي، بس أنت ذكية وبتفهمي بهالأمور، لهيك أنت فصلي وأنا بلبس. طيب ماشي، معناها خليني أفكر ولاقي حل، ليك أنا بحاول مهد لك الطريق وأنت بتكمل لأنه أكيد أنا ما فيني أعمل عنك كل شيء. نورمان لا مو لهالدرجة، يعني مشكلتي إنه الطريق مانو ممهد قدامي، أنت جهزي لي الطريق وأنا بمشي وراكي. تعال معي. يلا جاي فورا. بسم الله. تعال طارق، يلا تعالي إجا اللي عاجبك. يلا طارق عنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا. كيفك طارق؟ منيح، أنت كيفك فتون؟ منيح الحمد لله، كل الوقت عم نشتغل أنا وميمار سوا. الله يهنيك. إيه صحي، بعتني لعندكم سعيد بيك، قال بتكونوا مشغولين بالتحضير لعيد ميلاد فريد بيك ولازمكم مساعدتي. إيه والله كتير مشغولين، ولهيك نازلة طلعت من شوي، لسه لازمنا بالونات وزينة للحفلة وشوية أكلات جاهزة. شو رأيكم تروحوا أنت وميمار وتجيبوا لنا اللي بتقدروا عليه؟ أنا وميمار؟ شو ميمار عندك مانع؟ ابنو ما عندي مانع. انا برايي ميمار انت لازم تضلي هون وانت روحي مع طارق. ايه. ماشي. ايه وليش بدي روح؟ لانه اختي نازلي مانا موجوده بالمطعم هلا، يعني اذا صار شيء مهم لازم واحد من الشركاء يكون موجود بالمطعم، ولهيك لازم ميمار تضل. لا روح مع ميمار ولا ترد عليها. تعالي ميمار، دير بالك عليها. ما سمعتي شو قلت؟ لازم تضل ميمار هون وانتي روحي مع طارق. يلا لشوف. روقوا شوية صبايا، لا تتخانقوا، هيك ما رح تقدروا توصلوا لنتيجة. شو رأيكم بهاللعبة؟ منرمي ليرة، وإذا أجت على الكتابة أنا بروح مع ميمار، وإذا أجت على الصورة بروح مع فتون. لك شو بك طارق، أهل وقت لهذا الحكي، خود فتون وروح. لا والله يا حبيبتي، القصة مو على كيفك، ميمار هي اللي رح تروح معه، تمام؟
يعني ما في داعي لروحتي أنا، ما تتخانقوا مشان هالشي. لا بدك تروحي، أنا عم قلك ما بدك تروح. لك أنت شو دخلك نورمان؟ شو بدك بهالقصة؟ كيف يعني ما دخلني؟ أنت لازم تروحي مع طارق، وميمار بتضل هون وبتساعدني. أنا ما بدي روح، هنن رح يروحوا، أنت لا تتدخلي. يلا ميمار روحي مع طارق. طيب لك بتعرفيني مجنونة، عم قلك أنت تروحي مع طارق وميمار بتضل هون وبتساعدني. شوفي ميمار، أنت ما بتطلعي من طارق، هون فتوني. يلا روحي على طارق وروحي. خلص فتوني بعدين. اسمح لي اختي، بيهموها الأسهم من الناحية المعنوية مو من الناحية المادية، لأنه هيك بيكون تحقق الشيء اللي كان بده إياه أخي أمير. شكرا فريد لأنك ما رفضت طلبي. بس لما أمير كان بده هالشي ما كان بيعرف إنه رح يموت على إيدين صهره راكان. شوف، بما أنك حكيت بوضوح فريد رح أكون صريح معك، ما بحب ركان، حتى أني عم راقبه هلا، بس مو هاد موضوعنا. ديما واحدة من العيلة ولازم تاخد حقوقها كاملة. كمان بابا كان حابب يعطيني حقي من قبل. عقد الأسهم جاهز فريد بيك، تفضل. بس أنا بتذكر إنه أبوكم ما كان حابب يعطي ديما أسهم بالشركة، ولهيك ما في أي أسهم باسمه. بس بما إنه أمير وعزيزة هيك حابين، تكرمي خلونا نخلص الإجراءات. أخي أمير كان حابب يشوفنا هيك مجموعين كلياتنا تحت سقف واحد وقلب واحد، وهي كانت رغبة زينب كمان. طالع شم شوية هوا. يلا يا ديما، يلا يا حبيبتي، يلا وقعي هالعقد وخذي الأسهم بقى وتعالي. يلا روقي معلم راكان، ديما خانم ما إلا زمان رايحة. بعرف إنه ما إلا زمان رايحة بشير، بس حاسس إنه إيدي مربطين، خايف إنه ما توقع وتضعف وتحكي لهم شي قصة. شو أعمل معلم؟ مرتك ما رح تسترجي تعمل أي شي بدون علمك. شو نسيت الفيلم يلي ركبته؟ تعرف إنه هذا هو اللي مخوفني؟ زودناها شوي، حاسس إنه هي من كتر ما خوفناها رح تحكي كثير. الخوف بيعمل ردة فعل وبيطير العصفور من القفص. ديما بتوقع انه انت مو منيحة او صاير معك شي مضايقك. وانت كأنه شفقان علي مو هيك؟ او يمكن عم تقول بقلبك بتستاهل. اذا كنتي بتعرفي اي شيء من اللي عامله راكان، وعلى الاغلب ما بتعرفي لانه لساتك عايشه معه لهلا، فيكي ترتاحي منه بمجرد انك تشهدي بالشي اللي مخبيتي. أنا ما بعرف عن ركان شي زيادة عن اللي أنت بتعرفه لحتى أكون مخبيته. إذا كنتي بتعرفي، قصدي إذا بالأيام الجاية عرفتي شي، ممكن إنه تساعديني؟ طبعاً. كون واثق، أكيد بساعدك. إذا صار وعرفتي عنه شيء وكنتي حابة إنه راكان ينال جزاته، تعي حكي لي فوراً. لا تخافي ولا تترددي،
انتي مو مذنبة، راكان رح يتحاسب مو انتي. فريد، أنا بتشكرك. إذا عرفت شي عنه تأكد رح أجي وخبرك فورا. مستحيل اسكت اطمن. إن شاء الله ديما، بتمنى تعملي هيك. نازلي شكرا كثير على هالدعوة اللطيفة، بشرفنا نكون موجودين بالحفلة. ممتاز، هي رفقاته كل شوي عم يزيدوا، بس بنان ما ردت ليش ما بعرف. يعطيك العافية مصطفى بيك، شكرا لكم. الله يعافيك. العفو. يعطيك العافية. ما قدرت ركز بالاجتماع بسبب هالرسالة. مرته لفريد عم تعزمني مشان احضر حفلة عيد ميلاده اليوم. مستحيل اتوقع انه يصير معي هيك شيء. معناها مرته ما بتعرف شيء عن اللي صار بالماضي. يمكن عم بتحاول تعمل له مفاجأة، واكيد هو ما عنده علم بالموضوع. بس لازم تقرري بسرعة بنان، لانه الطيارة بعد ساعتين. بدك تروحي على اسطنبول ولا ما بدك؟ بما انه عزمتني وحابة تتعرف علي، معناتها لازم روح. بلكي اجى الوقت المناسب لحتى نتصالح انا وفريد. لك اهلين، اهم مديرة علاقات عامة بالدنيا هي ديما مرته لراكان. بس لحظة، ما وقعتي ما هيك؟ بلا وقعت. ممتاز، برجع بعتذر منك وبعيد من الاول. اهلا باهم مديرة علاقات عامة بالشرق الاوسط وبلاد البلقان. هي حياتي وروحي واغلى شيء عندي بالدنيا. كل اللي بيهمني انه يكون الك ولو سهم واحد صغير بالشركة، مو مشكلة بنوب. حبيبتي طلعي فيني، عندي فكرة، اللي هي بدال ما نقول عنك مديرة العلاقات العامة، شو رأيك نقول عنك مديرة المجتمع المخملية؟ ماني مصدق، قلعونا من باب الشركة وكنا عم نخطط بدنا نفوت من الشباك، بس هلأ بفضلك صار فيني فوت من الباب مثل الباشا وما حدا إله عندي شي. أنا اللي رح فوت راكان. أنا. أنت. وكمان رح فوت لأنه أخي عزيز طلب هيك من فريد، أو بشكل أصح هي رغبة أمير، ولهيك أنا قبلت. يعني مو لأنه أنت بدك هيك. أنت خليكي عم تقولي أنا، وأنا رح أقول نحنا، لأنه كل القصص اللي عم بعملها كرمالنا، كرمالي أنا وإنتي. يعني بالنهاية المهم أنه يكون في واحد مننا موجود بالشركة تبع فريد أصلاً، وشوي شوي رح نسيطر على كل الشركة، شوي شوي. حبيبتي إن شاء الله ألف مبروك، اللي عملتيه أنتي اليوم كتير كبير. شكرا إلك. تفضل عادل بيك. طيب طيب، رايحة على المقابلة بعد شوي، عندي شغلة صغيرة بالبنك هلا بحلها وبعدين بروح على المقابلة. ماشي، ولا يهمك، بحكي معك بعدين. يعني أنا برأيي ما في مشكلة بنوب، منيح إنه إجيتي معي. يعني ما كان في داعي تتخانقي مع نورمان لأنه قالت هيك. على طول بيكون رأي ثلاثة أحسن من رأي اثنين، صدقيني. يعني مثلاً إذا في اثنين مختلفين بالرأي، لو مهما حاولوا ما بيوصلوا لقرار ولا بيطلعوا بنتيجة، ما هيك؟ معروف هالشي. أما إذا كانوا ثلاث أشخاص ما بيصير أي خلاف، ما هيك؟ ببساطة تعملي التصويت بين ثلاث أشخاص، وهيك بأسوأ الأحوال تطلع نتيجة اثنين مقابل واحد. فينا نكمل شغل بعد ما سمعنا المحاضرة تبعك؟ طبعاً، تفضلي. أنا قلت لنازلي ما تاكلي أهم شي، بس هلأ حاسي حالي مو عارفاني شو بدي اختار. والله هيك قصص ما بتناسب مقامه لفريد أصلاً. ليكو كيف شكلك، كأنه تافهموه هيك. وأنا هيك شايفته. مزبوط، مانن حلوين. يعني السيد فريد أصلاً ذوقه مختلف، بيحب الشغلات الأرقى، ولهيك خلونا ننقي شغلات سادة وتكون شيك أكتر من هيك. طيب
وانت كيف ذوقك طارق؟ بالنسبة لذوقي مختلف كتير وغريب كمان. مثلا في بالصالون عندي بالبيت طاولة عليها شرشف وفي عليها بريق شاي. بتصدقوا اني ما بعرف قديش إله هالبريق محطوط على هالطاولة؟ لك طارق معقول شو هالحكي اللي عم تحكي؟ معقول ليش لا؟ بيت الشاب العزابي هيك بيكون فتون. أنا عزابي. إيه إن شاء الله الله بيطعمك بنت الحلال. إيه إن شاء الله. يعني ما بنعرف إمتى ربنا بيأذن بهالشي. والله أنا بتمنى إني استقر أو أتزوج يعني. إيه عفواً مو هيك. شوفوا هيك مثلاً. حلوة وهي حلوة. هدول بيستخدموهم بالأعراس، خلونا نشتري من هدول. النية هي الأهم. لا والله الأهم البالون. بالون شو؟ البالون يعني لازم يكون في بالحفلة بوالين وأشكالهم مختلفة، مننفخهم ومنتركهم بعدها على الأرض، بيعملوا جو كتير حلو بالحفلة، ما هيك؟ عن جد الفكرة حلوة كتير طارق، أنت شاب مزوة. شفتي؟ إيه شفت. سمعت آخر شيء إنه طاهر عم يشتغل بورشة تصليح سيارات. وأنا هيك بعرف، قال لي إنه عم يشتغل بورشة تصليح. بصراحة استغربت، بس المهم إنه عم يشتغل. ما في حدا بالحارة بيكون شافه أو سمع عنه شيء خبر؟ لا والله، كان يمرق علي كل يوم المساء هو راجع، بس صار له كم يوم ما مرق بالمرة. وما بعت مع حدا خبر إلك أو للبيت يعني؟ نوب، لو إنه بعت خبر كنت عرفت. من فترة صار نفس الشيء، غاب كم يوم بس كان يتصل على الأقل. هالمرة ما في شيء بيطمن، عم يخطر ببالي شغلات بشعة، الله يستر. مو معقول يكون صاير معه شيء مو منيح، بس بكل الأحوال خبرني إذا عرفت أي شيء. وهي طيب. كرتي، وأنا كمان رح شوف شو بيصير معي وبخبرك أول ما أعرف خبر عنه. تمام يا بيك، يعطيك العافية. الله يعافيك. نازلي خانوم، مرحبا، أنا ساري، تشرفت بمعرفتك. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا. شو هالمكان الحلو هاد؟ شكرا كتير إليك. عادل بيك خبرني عنك، يعني الحقيقة أنه سمعتك المنيحة بهالمجال سابقتك مدام نازلي. شكرا إلك. لا العفو، بشو فيني أخدمك؟ ليك ساري بيك، أنا حابة أعطي دروس، كنت عم دور على شغل لهيك عادل بيك بعتني لعندك. السيد عادل خبرني انه انت عندك طريقه مختلفه بالطبخ، قال لي انك بتحبي تكتشفي اكلات جديده. طبعا، اساسا في عندي وصفات جديده وغريبه وطيبه، يعني برنامج كامل رح اعمله للمهتمين بالموضوع. ماشي اتفقنا نازلي خانوم، بتحبي نبلش بكره بهالسرعه؟ وين المشكله؟ الشيف اكسال كان بده يعطي دروس هون بقوالب الكيك، بس هو صار عنده ظرف وما رح يكون موجود، وانا كنت متلبك مو عارفان شو بدي اعمل، ما فيني الغي الدرس قبل بيوم. والله خبر مؤسف. بالعكس شي منيح، يعني فيك تبلشي بدون ما تنطري. انت رح تفوتي على الدرس بدل الشيف اكسال، حتى اذا بتحبي تعي بكره قبل بوقت مشان نظم لك البرنامج الخاص فيكي. وهو ما بيتضايق؟ نحن ما كنا حابين نستبدل الشيف اكسال باي شيف تاني، بس اكتمل الصف تبعه، ما بدي احكي مع الطلاب واحد واحد والغي دروس، ولهيك حضرتك الحل الوحيد. طيب معناها اتفقنا. اتفقنا. سكر يا ابني بسرعة. يلا. يعطيك العافية معلم. أهلين الله يعافيك. من امبارح دواليب السيارة عم يطالعوا صوت مزعج، ممكن تفحص لي اياهم وتشوف شو قصتهم لو سمحت؟ بالعادي ما بنشتغل بالدواليب، بس رح نشوفهم. كامل تعال يا ابني. ما في حدا غيره عندك؟ لا ما في غيره بيفهم بالدواليب. الشباب جابوا لي سيارتي لهون من فترة وقالوا لي إنه في شاب اسمه طاهر بيشتغل هون عندك، مانو موجود؟ طاهر؟ ترك الشغل مبارح، نحن متعودين على القصة. كل فترة بيجي واحد بيشتغل شوي وبيروح، في شباب بتترك بعد أسبوع. فهمت.
عندك فكرة وين بلاقي؟ يعني مو حلوة أسألك لأنه فيك البركة، بس من كتر ما حكوا لي الشباب عن شطارته بالشغل ضل علقان بذهني. ما بعرف وينه أساساً. أنا ما كان يعجبني شغله، عين بالشغل وعين لبرا، لا تتعامل معه أحسن ما يورطك بشي. غريب، راكان مدح لي كتير بهالمكان لما كان طاهر عم يشتغل فيه. راكان أوندر، يعني بصراحة راكان هو اللي بعتني لهون. راكان أوندر بيبعت سياراته وبيصلحهم هون، وأنا اللي بصلح له ياهم. معناها دير بالك على حالك، راكان أوندر كل ما مدح بشخص بيروحه. خلص تركوا من إيدكم، لا تصلحوا شيء. نازلي؟ شو حبيبتي، خلصتي شغلك؟ ايه فتون الحمد لله، عم حاول زبط اموري شوي شوي. في تطورات تانية بس بخبرك فيها بعدين. بس نخلص من هاليوم، انتو شو عملتوا؟ اللي عملناه انه رحنا اشترينا كل شي ممكن يلزمنا للحفلة، يعني ان شاء الله انه نكون اخترنا شغلات بتليق بفريد اصلا. انا واثقة فيكي، من شوي حكيت معهم وحجزت المكان كله. ممتاز، انتوا طلعوا بعد شوي وروحوا شوفوا المكان. تمام. كنت حابة كتير انه روح معكم ونظبط الزينة سوا، بس انا عندي قالب الكيك وانا اللي لازم حضره. شو حلو، رح تعمل قالب الكيك بايدها لحبيبة. فتون بلا غلاظة، مو كل مرة بدي اوضح لك انه اللي عم اعمله جزء من اللعبة. طيب ما تزعلي، انا بعرف الحقيقة. ايه ما رح تعزموا لعزيز على الحفلة؟ والله ما بعرف، عم فكر بالموضوع. لا تكوني خايفة انه عزيز يفضح موضوع زواجكم. لا نورمان، هذا الشيء بس مشانه، ورح نكون أنا وفريد كزوج وزوجته، يعني ما بتوقعوا العزيز حابب يشوفنا بهالحالة. برأيي لازم تتركي هالقرار لعزيز، عن جد هالموقف صعب كتير، إذا قلتي له أو لا ما رح ترتاحي. أنا ماني مبسوطة بالتوتر اللي صاير بيناتهم، لازم نلاقي طريقة نرجعهم فيها مثل قبل رفقات وإخوات. يمكن هذا الموضوع يكون عليك صعب لأنه مثل ما بعرف في كتير مشاكل بيناتكم. ألو نازلي، كيفك عزيز؟ منيح، يعني أحسن. أنت كيفك؟ وأنا منيحة، تعبانة شوي بس منيحة. بصراحة أنا عم أتصل فيك لقلك مشان تجي على عيد ميلاده لفريد المسا. عملتي له حفلة؟ بس أنت بتعرفي أنه فريد ما بيحب الحفلات. إيه بعرف، بس عملت له مفاجأة. مفاجأة؟ إيه فهمت. طيب شو المفاجأة؟ لا ما فيني لك، بعتذر، حابة تكون مفاجأة لكم كلكم. طيب بس ما فيني وعدك انه اجي وما هيك بشكرك على الدعوة. طيب اذا غيرت رأيك وحبيت تجي، كون واثق انه نحنا انا وفريد رح نكون مبسوطين. انت ممكن بس فريد ما بظن. طيب قرر وشوف شو بدك. شوفك. شوفك. لك شوفي، خوفتيني ميما. ليك فريد أصلاً، شو رأيك؟ حلوين كتير كتير حلوين يا ست ميمار، بس أنا ما عاد فيني أنفخ أكتر من هيك، بلشت دوخ فعلاً وحاسس إنه الدنيا عم تدور فيني. طارق هدول البوالين وزيادة، ترك الباقي بلا ما تتعب، تعال مشان نربط. هاتي لشوف. شو رأيك هيك؟ منجربهم، بتوقع على الطاولات أحلى. تمام. لك العمى، والله أنا دايخ كتير. خلص سلامتك، لبقى تنفخ. شو؟ ارفعيهم كمان، هيك بفوتوا بوجوه الناس هن انه عم يمشوا. تمام، منيح هيك؟
اها حاولي ترفعيهم قد ما فيكي. تمام. ممتاز. هيك طلعوا كتير حلوين. واخيرا خلصنا. فريد اصلان هيك منيح. انت متاكده انه هدول بكفوا وما ننفخ كمان؟ اذا بتنفخ كمان بيكون احسن. رح انفخ. وانا كمان رح انفخ واحد. نفسه شوي. كيف؟ البالون يلي معك نفسه. استسلمت. ميمار بكفي، ما في شيء ما بتفهمي فيه؟ ايش مفكر لك؟ من زمان انا بشتغل هذا الشغل، طبيعي عندي خبره. نفسه لشوف يلا. ايه طيب. يعني معقوله ميمار رفقاتي اللي من عمري تزوجوا صار عندهم اولاد وانا عم نفس بالون لهلا؟ وانا رح اعمل مثلك. أنا جهزت فريد أصلاً، بس ذكرني وين كنا. يعني رح نتعشى برا مو هيك؟ إيه فريد، رايحين نتعشى برا. لازم نطلع من البيت مثل أي اثنين متزوجين مشان الناس يقتنعوا أكتر بهالزواج، أنا هيك بشوف. وليش هالليلة؟ وليش مو هالليلة يعني؟ ليلة عادية وما عنا شي نعمله. عادية؟ يعني بس ثيابك ما بيدلوا انه هي الليلة عادية ابدا مو هيك؟ لوين نروح؟ انا بعرف لوين، وهلا ابدل لك. نحن طالعين حبيبي بدر، ما تعذب الخالة تمام؟ ماشي خالو. بشوفك. باي. بشوفك. تصبحي على خير. لاقي الخير. باي. نورمان ما تحاولي معي، يعني بعرف انك تعذبتي واجيتي لهون لحتى تقنعيني، بس مستحيل اني اروح على الحفله، مفهوم؟ توقعت شوفك شوي متردد بهالقرار، بس هيك سكرتها بوشي. يعني كيف هلا بدي اقنعك؟ شو اعمل؟ تشربي شوي وبتبلش الحفله، ما تتاخري. يعني افهم انه عم تقبل بهالهزيمه؟ القصة مو قصة هزيمة، بس مو حابب روح وشوف لعبة هالزواج السخيف. شايف انه زواجهم لعبة مو؟ كأنك عم تستفزيني نورمان. اي نعم. والله برافو. عزيز، بدي منك تروح معي هلأ على حفلة عيد ميلاده لفريد. انت ما عملت شي لتتخبى، هنن اللي كذبوا على الكل، انت حافظت على سرهم، وفوق هذا ساعدتهم لياخدوا بدر. نورمان مو هون المشكلة، مشكلتي بنازلي. لا عزيز، نازلي ما لها علاقة، أنا بعرف شو المشكلة. ليك إذا انت ما رحت على الحفلة اليوم الناس كلهم رح يفكروا انك عم تهرب وتتخبى من شي انت عامله، وأنا هلأ حابة أعرف شو عامل لتتخبى؟ نازلي؟ من كل عقلك رح ناكل هون؟ يلا امشي روح على شي مكان تاني أحسن. لا هذا المكان يلا. كتير حلو، فوت شوف. طيب استسلمت، رح خبرك. أساساً رح تعرف بس تفوت لجوا. أنا ما رح طول عليك بنوب، هون في حفلة عيد ميلادك فريد أصلاً. كأنه نزعت لك المفاجأة؟ يعني نزعتها بس شوي، ولحسن الحظ انه جوا بقية المفاجأة. الله بيعلم شو في جوا لسه. يلا لنشوف. كيف يعني لسه في مفاجأة جوا؟ خلينا نفوت بالأول وبتعرف كل شيء. هي هذا اللي بدي شوفه على وشك، الملامح اللي انت بتعملها وقت بتكون صايرة قصص كتيرة وانت مو قدران تسيطر عليها بنوب.
أنا بس حابب نبهك، يمكن بوسك بأي لحظة، وعم أسأل حالي كيف ممكن يصير وشك وقتها. ما فهمت عليك. اليوم مو عيد ميلادي؟ يعني بعمل اللي بدي اياه. ليك فريد، قبل ما تعملها عد للمليون، لأنه ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعلي على هذا التصرف بلا هالموقف. أنا فيني بوسك إمتى ما بدي. شايفة رح تكون الليلة غير شكل. إيه، وأنتي لازم تكوني جاهزة. مرحبا، كيفك سعيد؟ كيفك أنت؟ تمام. يا جماعة يا جماعة، ليكن جايين؟ ممكن نطفي الطاولة لو سمحتوا؟ أنا متوقع إنه يكون في شيء، بس بالحقيقة ما توقعت يكون في شيء بهالحجم هاد، ولهيك أنا هلأ متفاجئ. بتمنى إنه تنبسطوا. كل عام وانت بألف خير. شكرا كثير لأنك إجيتي. كيفك أخي؟ شو أخبارك؟ طمني. تمام الحمد لله. سامية؟ عم نكبر العائلة. مالي متوقع أبدا جيدكم لهون. تامر، انت مو كنت برات البلد؟ ايه والله جيت لما شفت الرساله. رساله؟ اي رساله؟ والله مروه، شو هالحكي؟ كل عام وانت بخير. والله ما عم صدق حالي، كيف اجيتوا بكل هالحكي؟ لازم يروح علينا عيد ميلادك. شو حلوه؟ شو طالعه حلوه؟ طالعه منيح انك اجيت، اهلا وسهلا. نازلي خانو، نحن لازم نتشكرك فعلا. اساسا انا اللي لازم اشكرك لانه اجيت وفرحت فريق. لا العفو ولو. كل هاد كان فكرتك مو هيك؟ ايه، لازم تكون هدية عيد ميلادك حلوة. عن جد فكرة حلوة، هي أجمل هدية بعيد ميلادي، ولا هدية ممكن تفرحني مثلها. يعني كيف وصلتي لكل هالعالم هي؟ وليش لقلك؟ هلأ مو ضروري تعرف، بعدين بقلك. أنا لساتني على الطريق، بعد شوي بوصل. طبعاً وأنا عم بسأل حالي كيف ممكن تكون ردة فعله لفريد. بحكي معك، ما تاكلي همي. باي باي. فتون، تامر بيشتغل بالموضة. تامر، فتون مصممة موهوبة كتير، بس لسه ما حدا اكتشفها. تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان يا خانم. بالمناسبة أنت بنت كتير ظريفة. بصراحة صار عندي فضول شوف تصاميمك. الحقيقة أنا عندي مشروعي الخاص وما بحب أشتغل مع حدا بنوب يعني. فتون، تامر كتير مشهور بمجال الموضة وعنده مركز بنشانتاشي، يعني بيروح على معارض مشهورة وبأهم عواصم العالم كمان. أصلك إنه هاد تامر ما غيره؟ أماني ما تؤاخذني سيد تامر. يمكن كنت قلت شوي بالمشروب ولهيك أنا ماني عم بعرف شاب من التاني. ولا يهمك، مو مشكلة. ليكي فتون، إذا بتحبي خليني أشوف ملفك بأقرب وقت. معلوم، وإمتى ما بدك. بالأول عندك ملف؟ عندي، معقول ما عندي؟ أنا مخبية كل تصاميمي بملف شخصي أساساً، وما بسمح لمين مكان يشوفهم. طيب، معناتها اتفقنا، رح أنتظرك بكرة بمكتبي. وين كان؟ نيشانتاشي. برافو، ذكرتها. بس بدي منك لو سمحتي تحاولي تجي قبل الظهر، بكون ممنونك، لأنه بعد الظهر مسافر على فرنسا ضروري. طبعاً أكيد. كمان سفر من جديد؟ شغلي شو بدي أعمل؟ لازمك شي؟ سلامتك وإن شاء الله موفق. يلا سلامات، بشوفكم. أنت منيحة؟ ما سمعت، قال بده ملف وأنا ما عندي. أنت شو عم تقولي؟ ما عندي. ليك انتبه، لك في عندي شغلات حلوة رسمتها، بس ما بعرف ليش حاسي حالي مو جاهزة وخايفة نروح فيها. فتون اسمعيني، هيك فرصة بالعادة ما بتجي غير مرة واحدة بالحياة كلها. هذا الرجال ما بيتواجد بتركيا. ايه بعرف بعرف، كانت حلوة المفاجأة. بالإذن. شوفي فتون، ماني حابة أفكر بهالموضوع لأنه مو وقته هلأ، بدي أشوف هالرقصة بالأول وبعدها بفكر. أنا رايح لعم تامر شوي. يا حبيباتي، بملك
رح اجيب شي نشربه. صح انا انبسطت لانك جمعتي رفقاتي بعيد ميلادي، بس لو انك سالتيني كنت اخترت اني اكون انا وياكي لحالنا. بس لسه ما لحقت تشوف رفقاتك منيح. عادي معك، كيف بدي اشوفهم؟ كيفك عزيز؟ كيفك؟ أهلين. منيحة؟ بظن هذا هو الوقت المناسب. مشان بوسك؟ اصحى. شو؟ ليك فريد بجن، عم حذرك لا تبوسني هون، لا تفكر مجرد تفكير بهذا الموضوع ماشي؟ لو سمحت ليك بتركك وبركض وبصرخ وبفضحك قدام كل رفقاتك والله. خلاص شو عم تساوي؟ خلص بلا جنانك فريد، مو قدام الناس. راكان بيك، تعال شوف. أهلا وسهلا، شو الأخبار؟ الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ الحمد لله كل شيء منيح. متأكد أنك رح تنجح بالمهمة؟ ما بدي تغلط شي غلطة وتنزع علينا الموضوع. لا ما تقلق راكان بيك، تواصلي مع فريد بيك كان بيطمن، ولهيك بتوقع أنه المهمة تكون سهلة. ابنه لا تفكر بهي الطريقة أبداً، لأنه فريد أصلاً مو سهل وأفعاله ما بتشبه أقواله، رح يدهشك بأي لحظة، ولهيك لازم تضل مستعد للمفاجآت. تمام؟ تمام راكان بيك، كل شيء رح يكون مثل ما بدك. حلو، استنى علي يا فريد أصلاً وشوف، ما رح تخلص من القصة بحياتك. أنا بدي ربيه وخليه يفهم إنه كل ما نظف الشركة بده يجي راكان ويرجع يوسخ له إياها من أول وجديد. لسه ما شاف شيء. إيه طمنيني، مبسوطة؟ إيه عزيز، يعني الحفلة حلوة، مبسوطة ليش لا؟ عزيز وهي كيف اجت؟ والله ما عندي فكرة. مرحبا عزيز. أهلين سعيد. مرحبا. أهلين بنان، أهلا وسهلا. كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ منيح. فريد كل عام وانت بخير. بس ثانية بنان، ما؟ ايه انا بنان. اهلا وسهلا بنان، عرفتك من الصورة، مانك متغيرة ابدا. فريد شو رأيك؟ عن جد ماني متغيرة؟
ايه فعلا ما تغيرتي، بعدك مثل ما انت. حياتي إلكم فترة طويلة ما التقيتوا أنت ورفيقتك، ليش هيك عم تتصرفوا كأنك ما بتعرفها؟ هي رفيقتك بنات. لا عرفتها بس اندهشت من المفاجأة، ومن زمان ما شفنا بعضنا أنا وياها. إيه صح اللي قاله، تمام، معناها في كتير قصص حابين تحكوها، خلونا نشرب شي. أنتوا كملوا رقصتكن وأنا رح سلم على رفقاتي. تمام. مرحبا نازلي، أنت كيف وصلتي لبنات؟ هي كانت موجودة بالصورة اللي على الإنترنت، بعثت لها رسالة وإجت. فريد كأنه ما فرحت فيها، بس ما يكون في مشكلة بينك وبينها. لا نازلي ما في بيناتنا شيء. بس بدي سلم على عزيز. طيب روحوا بالحق. ايه يا بنتي عقبال عندي. اهلين اختي، ها شرفتي عروس. سنة حلوة. شكرا عزيز. خير راكان؟ خير شو الموضوع؟ ولا شي. انتي شو عم تعملي؟ انا ما عاد فهمت عليك. اذا كان هدفك انك تزعجني وصلت لهدفك، برافو. شو بدك قول؟ في وحدة بتنزعج اذا زوجها تطلع فيها؟ ايه موجود، لما بيكون زوجها واحد مجرم وما عنده اخلاق ولا ضمير ولا في بقلبه ذرة رحمة رح تنزعج وتقرفه. مو صحيح، أنا ما رح شيل عيني عنك ولا لحظة لأنه ما بعرف شو ممكن تعملي. أنتي وحدة مجنونة وبنص عقل، بعدين جمالك هذا نعمة، خليني استمتع فيها شو خسرانة؟ بركي بيطول عمري شوي بتشبعي من زوجك حبيبك. شوفي نهارتي من رفقاتك لأنه ما عزموكي على حفلة عيد ميلاد فريد أصلاً؟ مو هدول نفسهم اللي رحتي لعندهم وشدتي ظهرك فيهم وخجلوكي؟ ما قبلوا انه يساعدوكي. شو مو هدول هن؟ شفتي يلا نازلي؟ وصلت لرفقات زوجها وعزمتهم كلهم على حفلة عيد ميلاده، حتى عزيز، بس انتي ما عزموكي مسكينة. مو معقول. شو عم بيصير؟ بنان؟ مين؟ تعا شوف هالمجنونة جاية على الحفلة كمان. بنان ما غيرها؟ أوه هي بنان حبيبة فريد أصلان القديمة. لك ليكي هالبنت الطباخة اللي اسمها نازلي شو طلع منها العمى؟ هي أفكار شيطانية، والله ما خطر عبالي هيك قصة. هالبنت خطيرة بس حلال عليها والله. شوفي كمان، شوفي هون في صورة تانية، شوفيها. هلأ شفتون؟ بعرف بس هي جديدة هلأ نزلت، شوفي. والله يا رفيقي هلأ نازلي خانم جابت الدبلة كرمة من غير ما تحس. لهلأ ما عم بستوعب كيف نازلي وصلت له وجابتها. ايه حلوة المفاجأة ما؟ المهم هو يكون انبسط. عن إذنكم. ما حدا يخبر نازلي بشي، أنا رح أتصرف مع بنان. شفت صورة على الإنترنت لرفقاته؟ إيه وبعثت لهم رسائل. شو حربوه؟ جمعتهم كلهم بهذا المكان وعملت له إياها مفاجأة. حسيت إنك حابب تحكي معي. بنان أنا ما بدي أحكي معك بنوب، وأنا مستغرب كيف تجرأتي تجي. يلا روحي من هون فورا. يعني قلت بركي بتكون سامحتني بعد هالسنين الطويلة وبترجع علاقتنا مثل الرفقات مو أكتر. معقول ما خف حقدك لهلا؟ ليكي بنان كل شي كان بيناتنا بالماضي انتهى، عم تفهمي؟ ما بدي اياكي بحياتي بنوب. الحقيقة انك ظلمتني فريد، وهذاك اليوم ما قبلت اسمعني. لو سمعتني وصدقت كنا لهلا مع بعضنا ومبسوطين بحياتنا ومرتاحين. بنان حاج بكفي، ما بدي اسمعك بنوب. بنان عم تفهمي؟ اسمعي انا متزوج عايش ومبسوط مع نازلي حبيبتي. أصحيك سمعتي؟ أصحيك تطلعي قدامي مرة تانية.
يا الله بأحلى. هالقالب بشهي كأنه أنت اللي حضرتيه. إيه كأنه. بشكركم كتير لأنه أجيتوا. أنا بالعادة ما بحب أحكي كتير، بس هالليلة الحلوة مميزة. ما بتصدقوا قديش حاسس بالمحبة وأنا معكم. أنا بعرف أنه أغلب رفقاتي تغير نمط حياتهم وصاروا مشغولين على طول، ولهيك خف التواصل بيناتنا، بس أنه نلتقي بهالمفاجأة الحلوة وشوف هالكم من الحب يعني أنه صداقتنا قوية، وأنه بعد المسافات اللي بيناتنا ما قدر يقلل محبتنا لبعض. شكرا. وهلأ رح أحكي عن اللي خططت لهالشي. نازلي بتعرف إنه ما بقدر أعبر عن مشاعري بسهولة، بس هلأ بوجود رفقاتي جنبي رح أتشجع وأحكي عن المشاعر اللي موجودة جواتي. أنا عندي كتير كلام لازم أقوله إليك، بس رح أختصر منه. نازلي، أنا محظوظ لأنك فتي على حياتي. أنا كتير محظوظ لأنك معي. لو مانك معي كانت حياتي بلا طعمة. بشكرك من كل قلبي. ماتوا بهالشكل هاد، ما توقعت هالشي. لو كنت بعرف ما كنت جبتك. بعرف انه تضايقت كتير، انا اسفة. انتي ما قلك ذنب بشي نورمان، انا اجيت بكيفي وهلأ بدي روح. طيب عزيز انا بدي روح معك. يا إلهي شو هذا اللي عم يصير؟ ماني مصدق اللي شفته، والله شيء بجنن. حبيبتي تعرفي إنه ما في غير صور نازلي وبنان مع باي الصفحات؟ بعرف. شوفي شو عم يصير معهم. فريد أصلان وبنان كان في بيناتهم علاقة حب، وحب كبير كتير، وهلا حبيبته الوحيدة نازلي، حبه الكبير. بكرة راح نشوف إذا حب كبير ولا صغير. ليش هيك عم تقولي حبيبتي؟ يعني أنا بعرف فريد وبنان من زمان، وبعرف قديش كانوا بيحبوا بعض، حتى كنت أطلع فيهم وإحسدهم. شوفي كيف تغيرت الأمور ودارت الدنيا فيهم. بنان تخون واحد على أساس بتموت فيه، مو طبيعي. برأيي ما كانوا مناسبين لبعضهم أبداً. بدي أسألك سؤال حبيبتي، أنت إلك شي علاقة بقصة الخيانة والانفصال اللي صارت معهم يا ترى؟ نوب، ما قلت غير إنهم ما كانوا مناسبين لبعضهم، أنا ما حكيت أكتر من هيك. ما كانوا مناسبين لبعضهم لكان. معناتها بنان ما خانته لفريد، ما هيك؟ بتحب تعرف؟ معك حق، بهداك الوقت بنان ما خانت فريد، بس أنا كنت واثقة إنه رح تجي هاي اللحظة، يعني أنا بس سرعت هذا الموضوع شوي. أوه
بس سرعتي الموضوع شوي. يا إلهي يا مرتي شو إنك داهية. ليش؟ البنت ما صدقت لقت شب حلو متسم هالقد، ليش لحتى تخونه؟ طبعا اللي صار بيكون مخطط من مرتي. ديما خانم. نعم. طلعتي بتخوفي والله العظيم. معناها دير بالك. يلا عالبي. ايه ايه طارق. ها؟ وين نازلة والبقية؟ فريد بيك أخذها معه هلأ، وسعيد بيك رح بالتاكسي، وأنا وقفت التاكسي كمان، أول شي بوصل ميمار وبعدين بوصلك. بس ميمار ما رح تنام ببيتها الليلة، لعما تخربطت كل مخططاتي. شو قلتي؟ ميمار اليوم لازم تنام عندي بالبيت. مزبوط، لأنه فتون ما لازم تنام، عندها شغل للصبح. ليش شو صاير معك فتون؟ شغلتي لي بالي، يلا حكي لي بسرعة يلا. لك لا القصة مو هيك، القصة إلها علاقة بالشغل لأنه عندي مقابلة، لهيك لازم أسهر وأرسم وما نام بنوب. فهمت. إيه إيه، وأنا لازم روح مع فتون وساعدها بالرسم. تعال أنت معنا كمان، لازم نخلي فتون تضل فايقة وما تنام بنوب. لبكرة الصباح؟ يا دوب إلحق أرسم كم تصميم من هون للصبح. طالما هيك، خلص بيجي. شو بدي أسألك، في عندك شاي مو هيك؟ طبعا. وفي عندك بزر؟ أحسن بزر. عن جد عم تحكي؟ إيه؟ يلا نروح فورا. لك انتو اغلى رفيقين عندي والله، انا بحبكم يا حياتي. تسلمولي. يلا خلونا نطلع. افتح الباب. كأنه زودوها بهالزواج المزيف. هنن اللي زودوها. عزيز برأيي انه انت اللي مزودها، وكتير كمان لانه مبين انه زواجهم بعد فترة رح يصير حقيقي. ايه احتمال. احتمال؟ واثقة انه رح يصير حقيقي ومن هلأ. معقول ما لاحظت المشاعر اللي كانت شعلانة بيناتهم بالحفلة؟ ايه فهمان، خلصنا بقى، خليهم يعملوا شو ما بدهم. أساساً ما بعرف ليش عم نحكي بالموضوع لهلأ. أوه، معناها أهلا وسهلا فيك بعالمنا الواقعي عزيز بيك. انبسطت كتير برجعتك. أساساً اسم نازلي ما عاد بيذكرني غير بالشغلات السلبية يلي بحياتي. معناها أنت لازم تعمل شيء له بالأمور من الحالة السلبية للحالة الإيجابية. شو الإيجابية؟ والله ما في شيء براسي بنوب. إيه، شو ناوي تعمل؟ ما بعرف، مو ناوي أعمل أي شيء. عزيز انت لازم تعمل شيء مهم، يعني من شوي عرفت الحقيقه اللي كانوا كل العالم شايفينها وانت مو راضيان تشوفها لانه ما كان بدك تقتنع، وهلا صار لازم تغير نمط حياتك. هيك المفروض. طبعا هيك المفروض. اسمعني منيح عزيز، انت في قدامك طريقين ومجبور انك تختار، يا اما بتضلك هيك لتنتهي، يا اما بتاخذ شيء قرار جريء وبتغير فيه نمط حياتك. لازم تختار. أنا بتشكرك كتير بتول خانم. تصبحي على خير. تلاقي الخير نازلي خانم. تصبح على خير فريد بيك. تلاقي الخير بتول خانم. يلا الصبح بشوفكن. الله معك. الله معك مدام. مو معقول، تعباني ونعساني. أنا مو نعسان أبدا، بس أنت معك حق تعبتي، كان كل شي بجنن. أنا بتشكرك ولو في داك. المهم انبسطنا، يعني على الأقل قدرت شوفك مختلف عن فريد اللي بعرفه. كيف يعني؟ كنت كتير طبيعي ومهضوم، يعني شلون بدي قلك مثل الناس العاديين. ما فهمت؟ حقك ما تفهم. لا فهمتك. رفقاتك حبوني؟ ايه رفقاتي كلهم زراف وحبوكي كمان. طيب بنان بتكون من رفقاتك زراف ولا لا؟ هي اقل وحدة بعرفها بيناتهم، مو متذكر امتى التقيت فيها اخر مرة. حسيتك مبسوط كتير مع رفقاتك مثل الولاد. بظن انه ايام الدراسة هي احلى ايام العمر، وعلى طول الانسان بيتذكرها بهالمرحلة، ما بيكون في هموم. انت رجعتيني لهالايام. يعني مبين من عيونك انه كنت شاطر وقت كنت ولد. ايه بس انا ما فيني اتخيل فريد اصلا بدون هموم. معك حق، بس بهديك الايام كنت مختلف كتير عن هلأ. كنت شاطر بدراستي وما عندي هم، وما في حدا مثلك بيحبني. لا بس مين قالك انه انا بحبك؟ والله ما بعرف. قصدك يعني انه نظمية اللي كانت تعاندني وتعمل مربى ومخلل بالبيت وحدة تانية مو انتي؟ نظمية بتكون ستي والله العظيم. بس انا كنت عم اشتغل شغلي بهدوء. كنتي تشتغلي بهدوء؟ انتي ابعد حدا عن الهدوء نازلي، ومانك رايقة ابدا، مليانة طاقة وطاقتك إيجابية ما بتنتهي، وبحس إنك بتزرعي الفرح بالقلب. بس لحظة،
بفهم أنك عم تمدحني أو عم تشتكي أنه عندي طاقة كبيرة، ما فهمت. صدقيني أنا ما بعرف. أنا حطيت البريق على النار مشان نعمل شاي، بيكون غلا. طيب ماشي تمام، أنا رح أتصرف. إيه بس أنا اللي بدي حط العسل فيه وصفيه. أنت ولا يهمك، لا تعذبي حالك بنوب، أنا بتصرف. مثل ما بدك. يلا هات لنشوف. ها؟ بنجوسه. والله حلوة كتير، إجت بوقتها. إيه لا لك ميمار، شو هالمزح؟ والله ما كنت عارفان انك بتسلي كل هالقد. ما كنت عم بمزح معك، هيك طبيعتي. اي منيح، يعني طبيعتك هي كتير حلوة. اب خدي هي لشوف. يعني على فكرة انكم تلعبوا طاولة جنبي هي احلى شغلة، لانه مستحيل الواحد يفكر انه ينام وهو عم يسمع هيك اصوات. عن جد برافو عليكم. ايه بس انا خايفة انه نفيق نورمان بهالصوت فتون. لا ما تخافوا، لانه نومه كتير تقيل، خدوا راحتكم على الاخر. طيب يعني ليكي فتون، طمنينا كيف الأمور؟ ناطرة يجيني إلهام، بس ما بعرف إذا بده يجي ولا لا. لنشوف إن شاء الله. ليكي شو ميمار، فتون ناطرة يجي الإلهام وأنا ناطر تجي دوبارة؟ يلا لنشوف. لا ما فيني ألعب غير هالحركة، مجبور. حركة ذكية. عن جد انت مو طبيعية، هاي بتعرف كل شيء. ديروا بالكن يا حلوين وما تروحوا تندمجوا باللعبة وتنسوني، بلكي غفلت عيني بدون ما حس. خلوا عيونكن علي. طيب ماشي، ما تخافي ابدا، والله لخليكي تسهري للصبح. صفيته منيح وحطيت لك عسل، انتبهي ما تحرقي حالك لانه سخن. يسلموا ايديك. من أول شفة ارتحت، شكراً كتير. صحتين وعوافي. كأنه كنتي بدك تحكي شي وبعدين تراجعتي عنه، مو هيك؟ طيب ماشي، هلأ رح أقول. شو سبب البوسة؟ هيك كان بدي. بس أنتي ليش بستيني؟ جاوبني بالأول. أي بس لحظة، نسيت أعطيك هديتك. قوم. أي هدية؟ مو اليوم عيد ميلادك؟ هي هديتك. يعني أنتي كتير عزبتي حالك كرمالي، ما كان في داعي تعملي كل هالشي هاد. بظن إنه هي القطعة هي الوحيدة اللي ناقصة بمجموعتك، لقيتها. عن جد شكراً كتير. تعي نجربها. يلا. شو ترقصي معي؟ كمان مرة؟ يعني رقصنا من شوي بالحفلة. مزبوط، بس كانت مشان الناس اللي عم يتفرجوا علينا، وهي كرمالي أنا. يلا نرقص ولحالنا، حرام تروح المعزوفة على الفاضي. نرقص يلا. أنا بظن إنه أمنيتك هلأ اتحققت، شو رأيك؟ يا ريتي وقف الزمن. شو قلتي؟ تمنيت أمي. إن شاء الله بتتحقق. ما بتوقع. Flying without strings, I've suddenly grown wings,
You made me feel free. Now I wanna say. تمنيتي ما أكون متزوجي؟ لا، أنا تمنيت إنك تكون سامحتني عن جد ومن جوات قلبك. شو هالمجانين هدول؟ لا وقال أنا معتمدة عليهم، ناموا وشبعوا نوم كمان. فتون لسه الليل بأوله. تحملي، لسه قدامك وقت طويل لتخلصي. يلا حبيبتي، يلا يا قلبي، يلا. فريد، أنت اللي أخذتني لفوق مبارح؟ لا طرتي لحالك هيك بالهوى. بلا غلاظة، بس كنت بدي أتأكد لأنه كنت دايخة من التعب ومو حاسة باللي حواليه. فريد، قلي لوين جايبني نشرب قهوة الصباح؟ مكان كتير حلو. أكيد مبين إنه حلو كتير. من هون، تعي. عجبك؟ بجنن وكتير دافي. مرحبا. بس تفاجأت لأنه بحس إنك ما بتحب هاي الأماكن الرومانسية. شو بس أنت بتعملي مفاجآت؟ تعبت كتير مشاني مبارح، جمعتي لي رفقاتي اللي ما التقيت فيهم من زمان بمكان واحد. بما أنك تعرفتي على أصدقائي مبارح، ضل شي بخصني ولازم تعرفي. تفضلوا قهوة السيد آدم. شكرا كتير. الله يرحم روح أبوك. الله يسلمك أخي آدم. صحة وهنا. يا لطيف، ريحتها شو حلوة، بتجنن. بس في جواتها شي قرنفل. قرنفل مو هيك؟ صح. بعد ما كنا نروح على الصيد أنا وأبي كنا نجي لهون. أبي كان يحب هالمحل كتير. آدم كان يحمص لنا القهوة بإيديه ويحط لنا جواتها القرنفل. هالإنسان بيفهم بالذوق كتير. دوقي فنجان هالقهوة. هلأ فهمت من وين جبت هالذوق كله، من أبوك الله يرحمه. مع أني كنت حب الكولا من قبل، بس بعدين عرفت شو يعني قهوة. حاولت أكتر من مرة حضرها بالبيت بس ولا مرة طلعت هيك لأنه ما بعرف المقادير. خلينا ناخد الوصفة من آدم. نازلي. إيه قلي فريد. في شغلة كان لازم قلك ياها مبارح بالليل. عفوا. ايه عم اسمعك. مع انه انا كتير متردد اذا لازم قلك ولا لا، بس ما بعرف يعني حابب. ايه بخصوص شو؟ سألتيني اذا سامحتك لانك خبيتي عني اللي عملته نورمان. ليك بعرف غلطي منيح، بس انا حابة ننسى كل هالامور، بكفي اللي عشناه. معقول مو مسامحني؟ لازم أوثق فيكي لحتى أقدر سامحك، ولازم شوف منك شيء يخليني أرجع أوثق فيكي مثل قبل. لهلأ ما شفته؟ أبداً. دورت عليه بس ما لقيته، لأنه ما في. مالي ناطر دليل ليخليني أوثق فيكي وسامحك، ما بدي هالشي بنوب. الدليل بقلبي. أنا بوثق فيكي كتير نازلي، بوثق فيكي لدرجة أني مأمنك على بدر. سامحتك ومن زمان، بس ما كنت حابب أعترف بهالشي قدام نفسي، ولهيك ما خبرتك. ما بدك تقولي شي؟ مفاجأة فريد. حاسة
كأنه كان في جبل كبير وانزاح عن صدري، كأنه كان في حيط بيناتنا وراح. مع أني تعودت على جو التوتر وصعب لأتعود على غيره، خد حذرك. أنا ما كان لازم أني حط الهموم كلها طول هالفترة بقلبك، بعتذر منك. إذا ما رديتي هالمرة أكيد رح يطقوا. عم يتصلوا من المطعم، ما كنت موجودة مبارح لما سكروا. أوه، بعتين كومة مسجات وعم يسألوني عن شغلات. معناها يلا اشربي قهوتك لنمشي، لأنه الشغل ما بينطر. طيب آدم، اليوم قهوتك بتجنن. إن شاء الله تكون عجبتها للخانم. قهوتك ولا أطيب من هيك. صحة وهنا. حبتها وبدها الوصفة. وهيك بيكونوا جاهزين. طيب رح وصل له. شكرا كثير. يعني. تمام. كيفك بعد هالحفلة؟ أنا شايف إنه الاحتفال بعيد ميلادك بعد 7 سنين عاملك إرهاق، كأنه مو هيك؟ لا مو هيك القصة، بس أنا مزعوج من شوفة بنان بعيد ميلادي مبارح. طمن، ما في داعي للخوف، منيح إنه نازلي ما انتبهت وكانت مشغولة فيك. والله حلال عليها، قدرت تجمع رفقاتك القدمة وتجيبهم على الحفلة بوقت قصير. طبعاً برافو، فرحت بهالشي كتير، بس يا ريت ما أجيت بنان. يعني أنت بتعرف قديش أنا تعذبت منها، واللي قهرني إنه كيف هي تجرأت تجي على عيد ميلادي وبكل عين وقحة كمان. مزعوج منها. يمكن تكون فكرت إنه أنت نسيت اللي صار بالماضي وسامحتها، ولهذا السبب إجت على الحفلة. الموضوع مو هيك نهائياً. هي بتعرف إنه أنا مستحيل سامحها على اللي عملته فيني، وأنا رجعت خبرتها بهالشي مرة تانية بالحفلة مبارح. وبصراحة أنا مشاكلي بتكفيني وزيادة، ومو ناقصني مشاكل بنان كمان. لا تقلق، بتوقع إنه ما عاد تقرب منك مرة تانية بعد اللي صار مبارح بالحفلة. بتمنى. ها بنان، مرحبا. مرحبا. تفضلي لو سمحتي. بنان خانم، اول شيء انا بتشكرك لانك قبلتي دعوتي واجيتي لهون، هذا لطف كبير منك، ولهيك برجع بقول لك شكرا. جابني فضولي لاعرف شو بدك، وقلت منه بشوف الفندق تبعي. حتى بصعوبه تذكرت اني شايفتك بالشركه، وانصدمت لما قالت لي مديره مكتبي انك زوجها لديما. هي بعرف بنتوقع، واكيد بتعرف انه ما في اي تواصل بيني وبين ديما من فتره طويله. يا ترى ليش طلبت تقابلني؟ انت شو بدك مني؟ شوفي رح اقول لك بنان خانم، لا تواخذيني، بس انا ما بحب هي الرسميات بنوب خانم وبيك، ما بيعنوا لي شيء، فينا نحكي مثل الاصدقاء، ولهيك بدي نادي لك بنان. ليكي بنان، غالبا انت ما بتتذكريني منيح، بس انا متذكرك اكثر من تتوقعي. حضرتك بتكوني اميرته لفريد اصلان وحبه الكبير. وقتها انا كنت حب ديما مثل المجنون، وطبعا لهلا، بس وقتها هي ما كانت بتعرف، ولهيك حبكن صار مثل بالنسبة إلي. بصراحة كنت غار من حبكن كتير، كنت شوفه بكل تفاصيله، شوفه بنظراتكن لبعض وخوفكن على بعض واحترامكن المتبادل. يعني خليني أقولك، كنت وقت شوفكن زوجين بيحبوا بعض كتير وبيحرقوا الدنيا كرمال بعض، مستحيل ينفصلوا. وللأسف الأيام بينت لك إنه نحنا مو هيك راكان بيك. للأسف. طيب وأنت شو بدك هلا؟ بما أنك مصرة تعرفي شو بدي منك، بدي أقدم لك مساعدة كبيرة. تساعدني؟ ليكي بنان، أنت وحبك الكبير انظلمته بالماضي. أنت كنت تحبي فريد بجنون، وهو كمان كان يحبك بس انخدعته. عفواً، أنت كيف عرفت بالموضوع؟ أنا كيف عرفت بالموضوع رح قلك هلأ. الإنسان اللي لفقت لك هي التهمة وظلمتك هي نفسها اللي بتشاركني تختي من فترة طويلة، اسمها ديما وبتكون مرتي. كنت متوقعة تكون ديما، يعني لا تفكر إني تفاجأت. طيب بس خليني أوضح لك، ديما كانت تغار منك، حطت خطة مشان تفرقك عن فريد، وخطتها نجحت وخبت هالقصة طول هالسنين، بس لما رجعتي طلعتي أنت من جديد هي تفاجأت كتير، ولما سألتها خير إن شاء الله شو صاير خبرتني بكل شيء. طيب ليش بهذا الوقت حكيت لك؟ وانت ليش جاي تخبرني بهذا الموضوع هلا؟ اسمعي منيح، ديما هلا متغيره كثير عن قبل، عندها بيت مريح وكله سعاده، اللي عملته من زمان كان ولدني، يعني فيك تقولي انه ما فكرت بعواقبه. المهم هلا انت شو بدك تعملي بعد ما عرفتي بهي المعلومه؟
بعرف انه فريد بيك هلا متزوج، بس مو معقول يعرف انه حبيبته انظلمت بالماضي وما يعمل شيء ليعوضها. وانت شو مصلحتك من هالقصة كلها؟ انا بدي يتشوش عقله لفريد وبس. اسمعي، اذا فريد ضاع وفقد توازنه بسبب هاي القصة، احتمال ارجع اخذ بدر وكمان اسمه بالشركة. بعدين بخبرك بالتفاصيل، بظن انه هيك قصة بتشغل باله فترة منيحة. الاهم انك تثبتي براءتك وترجعي اميرته لفريد اصلا مثل قبل. بعرف اني تعبتك معي، وكمان من لما قعدنا ما ضيفتك شي، بعتذر اخذنا الحديث سامحيني. اذا ممكن بدنا اثنين قهوة. تكرم. يعني ممكن بكرة نقعد ونراجع عرض يوم الجمعة؟ خلينا نراجع التقارير اللي حضروها مشان اجتماع اليوم. شوفي شو عم تفكر هلأ؟ عم تفكر ببنان؟ لا، موضوع بنان خلص بتكون صارت بأزمير. عم فكر بنازلي. ممتاز، بشو عم تفكر بالضبط؟ كيف نحن الاثنين تركنا حالنا هيك للأيام، وموضوع بدر والزواج المزيف اللي عملناه كرمال ناخده؟ رح صحح لك، مشاعركن صادقة وزواجكن مزيف، لهيك لازم تصلحوا وضعكن. على الأغلب فكرت راكان بيك، بصراحة ماني موافقة. لو كان فعلا فريد بيحبني كان على الأقل سمعني، ما قبل يسمعني ولو مرة. برفت عين نسي كل شي حلو عشناه مع بعض، وأنا كمان نسيت، وما بدي أي مساعدة. اسمعي بنان، لحظة لو سمحتي، شو سبب حزنك لكان؟ وليش هيك صوتك عم يرجف؟ ليش في دموع بعيونك؟ ليكي، حب، عشق، كره، حقد، أو أي اسم تاني أنت بتحبي تختاري، بس واضح كتير إنه في هيك مشاعر لفريد بقلبك، وأنا حابب أقدم لك مساعدة، وبدي فريد يعرف إنه هو ظلمك، وإنه لما ما قبل يسمعك خلى ديما توصل لهدفها. اسمعي، لو إنه ديما ما عملت هيك كنتي أنت وفريد متزوجين هلأ. محامش، بكفي. ديما خربت لي علاقتي وقلبت لي حياتي، وهلأ صارت الحنونة اللي بدها تشفق علي وتزبط لي وضعي. ما بسمح لكم، خليكن بعاد عني، أنا ما بدي أي مساعدة منكم. خلص، شكرا لكم. فكري منيح بالشي اللي قلت لك إياه، أنا موجود بأي وقت. واضح إنك أثرت فيها يا راكان، لأنه بلشت تفكر. سلام. أهلا وسهلا فتون. أهلين فيكي. شبكي عم تتعوبي بالشارع، خير فيكي شي؟ نازلي بتعرفي إنه تعبانة كتير، ومن مبارح مو نايمة ولا دقيقة. بتصدقي؟ ما بعرف إذا كنت تعبانة من الرسم نفسه، ولا لأنه كنت عم شغل عقلي طول الليل، أو يمكن لأني حاولت ضل فايقة، ولا ما بعرف شو. حسبيها بطريقة تانية فتون، معناها زيارة طارق وميمار لعندك نفعتك. بس لو تعرفي مبارح هنن شو عملوا، كل واحد فيهم أخذ زاوية ونام كل الليل. أنا الصبح فيقتهم وقلت له لطارق خذ ميمار ووصلها على بيتها وعبيتك فورا، بعتهم اثنيناتهم. طيب، برافو عليكي، نامي بعد المقابلة. إن شاء الله. شو عم تعملي، حسابات جديدة؟ معناها مرتاحة. شو عملتي مبارح بالليل؟ نمت منيح، أول ما حطيت راسي على المخدة نمت فورا. إيه معلوم، لأنه تعبتي مبارح. يعطيك العافية. بدي أسألك، قدرتي تعرفي مين بتكون هديك البنت؟ أي بنت هاي؟ لك البنت اللي كانت مبارح، يمكن كان اسمها بنان. كيف إجت على الحفلة؟ فتون شوفي، نسيتي إنه نحن عزمناها؟ إيه بعرف إنه نحن اللي عزمناها نازلي، بس في شي ورا جيتها أكيد. لو إنه ما في هيك شي، ليش لحتى تحكي هي وفريد على انفراد يعني؟ لك شو بكي أنتي؟ اسمعي، أنتي وحدة مجنونة ولسه راح تجنينيني معك كمان. شو بكي فتون؟ أنا سألته لفريد عنا، قال لي مجرد رفيقة. رجعت سألته عنا مرة تانية، جاوبني وقال لي إنه رفيقة مو أكتر، ومن زمان ما التقى فيها وأنا ما أحرجته. وأنتي صدقتي؟ وليش عم تحكي بهالطريقة؟ أنا كتير بوثق بكلامه. والله حسيتك مرتاحة كتير نازلي، مانك مهتمة لوجود حدا بحياته لفريد. ريلاكس، قولي ما يكون صاير شي بيناتكم امبارح. قبل ما تبلش هالأفكار الغريبة تفوت وتطلع على راسك، رح قلك إنه ما صار شي. والله أنا واثقة إنه صار شي، يعني شوي شغلات صغيرة بس. امبارح بالليل ضليت نايمة كل الوقت على كتفه لفريد وعم نسمع موسيقى.
أحياناً بتمرق لحظات بتقولي فيها لو أنه الزمن يوقف هون وما تفكري بأي شيء غير بهاللحظة هاي. شعور مميز وحلو كتير. خلص فتون فهمنا. شي حلو كتير عن جد. اي والله. ماشي بعدين منكمل، انا رايحة ارسم كم تصميم. نام على الكنباية مثل العادة. هلا افتح لي الباب وشعره منكوش ولساته بتياب مبارح. خير ان شاء الله. اكيد خير. انت كنتي حابة الركض مبارح واجيتي هلا لحتى نركض سوا مو هيك؟ انت شو صار لك من مبارح لليوم لحتى قلبت هيك؟ ما عم بفهم. كثير شغلات بتتغير بليلة نورمان. ايه شو بدك تدربي بس يوم واحد؟ ليكي انا طالب شاطر كتير بس ما ببين هالشي فورا، شوفي وبعدين احكي لي. انا حاطه برنامج ليومي بس كنت متوقعه انه يبلش مع المي اللي رح اسكبها على وشك لحتى تفيق من النوم وبعدين اخذك ونروح نفطر على الشط. ايه بنعملهم بعدين، خلينا نركض. شو بك متحمس مثل الولد الهربان من المدرسه؟ انت فاصل بالمره ها؟ نورمان؟ شوفي عزيزي. كانه وشك مصفر شوي. ها؟ يا ترى شو بدنا نعمل؟ هلا رؤي؟ ولا تتوتري، خليني غير لك لون وشك، ماشي؟ يلا نركض لشوف. شو؟ ليك عزيزة أنا ماني شاطرة كتير بالركض، خليني دربك على شي تاني، أو إذا بدك بمسك لك العداد بإيدي وأنت ركض، ليك أنا لازم روح لعند يلا بسرعة. فتون، قومي روحي نامي بالبيت، قومي قومي. كنت عم ريح عيوني بس. تركيني من عيونك، فريد بعت لي مسج. شو بده؟ بده نتغدى سوا، قال في شغلات لازم نحكي فيها بوضوح. هو هيك بعت لك؟ ايه هو بعت هيك بالحرف. واخيرا يا سادة يا مشاهدين تفضلوا اسمعوا شو عم بيصير مع رفيقتي. فتو عيونك صاروا كأنه حبتين خوخ، شو في افكار براسك انت؟ نازلي انا بتوقع انه فريد رح يطلب ايدك للزواج. ايه فتو نحنا متزوجين. تمام يا روحي بس شي بيشبه هيك. نازلي حبيبتي شو رأيك نحول زواجنا المزيف لزواج حقيقي حياتي؟ لك أنا كتير متحمسة، شو بده يصير؟ خلص فتون، ليكي ما بدنا نفكر بشي ويطلع شي تاني، الحكي بيضل اسمه حكي، ولهيك بلا ما تبالغي. تمام نازلي، أنت لا تبالغي ولا تحلمي، تركيني أنا أحلم عنكم. والله كنت عم أقول لحالي كيف بدي صحصح مظبوط، بس بفضلك أنت طار النوم من عيوني وما ضل عندي أي مشكلة. وإمتى رح تسلمي الملف تبعك؟ طارق جاي لهون، هو بيوصلني لأنه قلت ما بدي أقلق بزحمة السير وأتأخر. فكرة منيحة ومنا بيدير باله عليك. إيه صح، كان عندك درس اليوم مو هيك؟ إيه مزبوط، بس الدرس بعد الظهر وهلأ لازم روح مشان زبط برنامجي. يلا فتون موفقة، بشوفك. وأنت موفقة حبيبتي. نازلي بطريقك اشتري فستان منشان المسا، لا تنسي. إيه فتون شو قلت لك؟ يلا باي. وأنا رح ضب أغراضي، والله فعلا اتنشطت. خلينا على تواصل. أكيد فريد بيك. شكراً الله معكم. طلعنا بنتائج مهمة ما هيك؟ ايه أكيد. ليك إلي كم يوم بدي أسألك بس عم بنسى، بالنسبة لطاهر في خبر عنه؟ ولا خبر مع الأسف. ومصلح السيارات ما بيعرف شي عنه، بلش يزيد قلقي يوم بعد يوم. رح نطول بالنا وبلا ما نتشائم، إذا ما بين معنا شي بهاليومين منلاقي طريقة تانية. أنا مو مطمن وحاسس إنه بخطر، وعلى الأغلب يكون ركان ورا هالموضوع. برأيي طاهر بيكون متخبي، يمكن لما حس إنه هو بخطر قرر إنه يغيب عن الأنظار ويتخبى بشي مكان، ولهيك خلينا ننطر كم يوم فريد وبعدين منتصرف. هداك اليوم لما كنا راجعين أنا وياه
حسينا انه كان في حدا عم يراقبنا، بس فكرنا انه ضيعناهم قبل ما ينتبهوا لنا. بس في حال كانوا منتبهين اكيد بيكونوا عملوا شيء لطاهر. مرحبا شباب وصبايا، كيفكن جميعا؟ اهلا وسهلا فيك. تسلمي. الحقيقه كان درسكن اليوم مع الاستاذ اكسال، بس طرأ شوية تغيير على برنامجه، ولهيك أنا اللي رح بلش معكم بقوالب الكيك. أهلا وسهلا. بالأول أنا حابة أوجه لكم سؤال مهم، لما نقول كيك شو بيخطر على بالكم؟ معقول ما بتجي على بالكم ولا صورة أو ذكرى؟ تفضلي. بذكرني بطفولتي، يعني فوراً بتذكر لما كنت صغيرة. ممتاز. وكمان؟ جاتو أبيض وحلو ومجهز لشي عرس. كيك بشموع ومخصص لأعياد الميلاد. وأنا بتخيل شي ممثل كوميدي أكل ضربة على وشه بقالب كيك، لأنه أنا وقت كنت طفل صغير ما كان يضحكني شي قد هالموقف. أكيد لما منقول قالب كيك ما منتذكر غير اللحظات الحلوة اللي عشناها، يعني قالب الكيك بيكون له علاقة دائماً بأحلى المناسبات واللحظات اللي ضحكنا فيها من قلبنا وحسينا فيها بالحب. النكهات اللي بتكون موجودة فيه والزينة اللي بتكون فوقه ترسم ضحكة على وجوهنا حتى لو كان القالب مقطع. بدي منكم تحضروا لي قوالب كيك مشان تتذكروا فيها اللحظات الحلوة، يعني انتو هلأ لازم تتخيلوا انه ذكرياتكم موجودة بهالمكونات، وبكل مرة رح تستخدموها فيها رح ترجعوا تحسوا بنفس الشعور. بدي شوف الابتسامة على وجوهكم دائما واسمع صوت ضحكاتكم، وبدي منكم ترجعوا ذكرياتكم الحلوة. موافقين؟ موافقين. آسفة بعتذر لأني تأخرت. أنتي؟ أي أنا. أهلا وسهلا. معناها خلونا نتذكر المكونات اللي رح نستخدمها بقوالب الكيك. أول شي بيلزمنا قالب مثل هاد. فتون؟ ايه؟ انتي جاهزة؟ ما بعرف بس على الأغلب ميمار جاهزة. لا تتوتري أكيد رح تنجحي. إن شاء الله. يس. شكراً على التشجيع. صباح الخير. صباح النور. لك طاري؟ معقولة تضل عنا طول الليل وما تستغل هالفرصة يعني؟ معقولة الصبح عم تلعب طاولة مع ميمار وبعدين نمت من تعبك؟ لك مو حكي هاد. شو بعمل نورمان؟ أنا هيك متعود، وقت بنعس بنام فوراً. برافو والله، تعرف انك خليتني اكتئب وما ضل عندي امل بهالقصه ابدا. انا شايف انه في امل نورمان. امل شو؟ مو امبارح نمت عندكم بالبيت؟ ويمكن لانه اول مره بنجتمع انا وفتون تحت سقف واحد، بنومي شفت حلم وبهذا الحلم كنت عم اعترف لفتون بحبي، وفتون طارت من الفرح وقت عرفت. اها ايه يعني؟ قصدي يعني بدي هلا اقول لفتون انه انا بحبها. ما بعرف ليش اليوم متحمس وحاسس انه كل شيء رح يكون تمام. طارق. فتون جهزي الطلبات كلها. طارق عن جد شكرا كثير لك، انا كنت كثير متوتره ومنتعبه حاسه انه ما رح اقدر اتحمل زحمه السيارات والقطارات ابدا، هلا بفضلك رح روح مرتاحه. شو هالحكي فتون؟ طبعا انا بجي لوصلك تكرمي، الله يسامحك هذا واجبي. اهلين طارق. اهلين فيكي. انا برايي لازم نمشي فورا فتون مشان يلا لكان خلينا يلا. نمشي. دعوا لي يا بنات امانه. موفقه موفقه حبيبتي. باي حبيبتي. وانا كمان ادعي لي يا رب خير. الله معك طارق. شكرا باي. يلا انا عن جد متوتره. ان شاء الله بيصير خير. ايه ان شاء الله. حاول اسرع شوي، اعطيني لو سمحت اسرع باتجاه واحد. يلا كمل. مدام شوفي لي هاي. خليني شوف. كتير حلو منيح، فيك تضيفي فواكه. وهيك بيكون شغلكم تمام. تمام. بدهم تحريك شوي. مدام صارت كتير سميكة. ورجيني. ايه والله معك حق. بدك تضيف حليب وانت عم تحركها. ماشي مدام. عم
شو كيف الشغل؟ مثل ما نك شايفة، إيدي مو متعودين على هيك شغلات. أنا بصراحة ما بحب ساوي الحلويات. معناها لشو أجيتي لهون؟ يعني بما أنه ما بتحبيها. ما بعرف، يمكن لحتى أتعرف عليك. علي؟ ليش؟ فريد بيكون رفيقي من زمان، يمكن لهيك. كنتوا قراب من بعض؟ يعني بالصورة كنتوا قلال، وهذا دليل إنه اللي فيها مقربين، ولهيك أنا بعثت لك رسالة. لكن هيك، وبعدين بسبب المسافات والشغل بعدنا شوي، بس لما سمعت إنه تزوج حبيت أتعرف على زوجته. كان بدي أشوف هالمرأة اللي حبها خلى فريد أصلاً ياخد هيك قرار ويتزوجها، المرأة اللي جمعتنا بعيد ميلاد رفيقنا. بعدين خليني أخذ فكرة عن هاي الأمور، بلكي طلع عندي موهبة مثلك بالتعامل مع المطبخ وأكسب قلب شي رجال. أي ممكن، حاش تخفقي فيهم، هلأ بينتزعوا. بالليلو راكان بيكو فريد أصلاً بجلالة قدره جاي لعندي على البيت. شوف شو رح قلك، أنت من كتر ما بتحبني ما بتقدر يمرق يوم بدون ما تشوفني فيه، ولأنك اشتقت لي ليكك أنت جيت لعندي لعندي لهون، صح؟ ركان خلص بلا مسخرة وقول وين طاهر، يلا احكي. طاهر 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 ماما ما بعرف حدا اسمه طاهر. ركان بكفي تمثيل وقول يلا طاهر. بتعرف كل مصلحين السيارات وما بتعرف الزلمة اللي بيشتغل بالمكان اللي بتصلح فيه سيارتك؟ طاهر ايه قول هيك من الأول. طاهر طبعا أنا هاد هلأ فهمت، وصلتني الفكرة مزبوط، معناتها هو زلمتك وأنا كان لازم لاحظ هالشي من الأول لأنه ما بيفهم بالسيارات. راكان وين طاهر؟ أنا شو بيعرفني وين راح؟ طاهر بيشتغل معك، يعني أنت اللي لازم تعرف. لما هو حس إنه نحن عرفنا بهالشي اختفى وما عاد بين، ولهيك حكي، وإذا رد عليك بتعرف وينه، لأنه أنا حاسس كأنه الأرض انشقت وبلعته. بس ليك أنا حابب أنصحك نصيحة، بتمنى تسمع مني وما تتعامل مع هيك ناس، مو حلوة بحقك بنو. هذا رأيي بكل مودي. إذا طاهر بيصر له شي بتكون أنت المسؤول ورح تتحاسب. خليك مكمل بهالإجرام وأنا رح أكشف جرائمك كلها وخليك تروح فيها مؤبد، ومنشوف يا سيد راكان إذا بعد رح تقدر توقف قدامي وتحكي بهالمسخرة. تشرب شاي؟ طيب اعمل لك كاس بنتي. طيب اهلا وسهلا فيك، مو محسوبة هي. ها الله معه. راكان ايه بتعرف شو عملت؟ من اليوم ورايح اذا بينجرح حدا بخص فريد اصلا رح يتهمك الك. مفكر حالك بأمان وعم تتقدم، بس الحقيقة انت عم تغرق أكتر، وغير هيك ورطتني معك كمان، وفوق أبنا ما تعاونت معك أبدا. شو بدك تعمل هلأ؟ ديما مو منطقي تقولي ورطتني معك على أساس انك بريئة وانت من 7 سنين عاملة هيك عاملة بشعة. بالمناسبة موضوع بنان مو بهالسهولة رح يتذكر، بكرة بتشوفي قديش رح اربح من وراء هالموضوع. يعني شو ناوي تعمل معه؟ فهمي علي، بالماضي كان هدفه هو المصاري، وهلأ صارت المصاري بتهمها أكتر من قبل، لأنه المصاري اللي أخدتهم من الأمريكي بيكونوا خلصوا، وواضح أنه هي هلأ بحاجة مصاري. بنان ما كان هدفها المصاري، فريد وبنان حبوا بعضهم بجنون. لك حاج ديما ما عاد تسمعيني هالحكي الفاضي هاد. لو ما كان فريد كل هالقد غني وعنده كل هالأملاك والمصاري، لشو بنت مثلها بدها تحبه هيك؟ ها؟ وشفناها كمان كيف رفضت عرضك ورفسته برجله. ديما بترفضه اليوم بتقبله بكرة، لأنه هي المرة بتحب المصاري، شغلتها توقع الشباب اللي معهم مصاري بحبها، ونحن من واجبنا نساعدها. رح توقع فريد أصلا بوعدك. لحظة يا ربي دخيلك لك هاد مو على طول بيعطي المواقع بدقة، يعني معقول يكون صار المكتب ورانا؟ فتون نحن بهي النقطة الزرقاء، كبري الصورة شوي لنشوف. ها تمام طارق، هاد هو إليك وهو وصلنا. الحمد لله منيح، وصلنا على الوقت حتى قبل 10 دقائق تقريبا. ممتاز حلو كتير. ايه
معناتها خلينا نقعد شوي. ايه معك حق طارق، منرتاح شوي، تعبت كتير وحاسة كل جسمي عم يرجف من التوتر. أنا لا والله ما فيني أقعد طارق، أنا خايفة ومتوترة وقلبي عم يدق بسرعة. متوتر؟ إيه قلبي مثل قلب العصفور. وأنا متوتر كمان. أنت ليش متوتر طارق؟ لأنه كمان قلبي عم يخفق بسرعة فتون. خير شو صاير؟ بس ما تكون مرضان. مو مرض، بقصد يعني مو لأني مريض. آه أكيد معناها حاسس بشعور جواتك. إيه في فراشات عم تطير بمعتك وهيك شيء. مزبوط. حاسس انك متحمس كتير وعقلك طاير ومزهزه. مزبوط، حاسس رجلي مو على الارض. ايه ماشي، هي مواصفات الشخص العشقان. يعني مبين علي؟ ايه طارق يعني واضح شوي عليك. والله عن جد؟ ايه شكلي ما قدرت خبي. ايه انا عرفت، بس ما كنت متوقع تحب هالسرعه. بهالسرعه؟ انت مجنونه فتون، انا حسيته عمر كامل بحاله، لانه هالشعور ما خلق هيك بلحظه واحده، صار لي وقت طويل ساكت. يعني انا عن جد من اول لحظه شفتك فيها وقعت بحبك فتون. أنا؟ إيه أنتِ. أنت جنيت يا طارق؟ أنا قلت لك اللي عم حس فيه جواتي، أنا بحبك كتير فتون، مو بس بحبك بعشقك، إذا وافقتي وحبيتيني كمان، بوعدك ضل جنبك طول العمر. أنا طارق، أنا يعني ما توقعت هيك شي بنوب، ولهيك مصدومة. يعني ما بعرف شو لازم أقول بهالحالة. طيب ماشي فتون، روقي على مهلك، أنت مانك مجبورة تجاوبيني هلأ. أنت فيك تروحي على شغلك، وأنا اليوم عندي شغل بالمكتب كتير رايح كمله، وبعدين منحكي بالموضوع. طيب ماشي. معناتها أنت فكري بالموضوع وبعدين بتيجي وبتخبريني. طيب خلص خلص. ماشي طيب. يلا روحي. شو صار معنا؟ مدام ممكن تجي لعندي؟ ايه تكرمي. شكله حلو كتير، فيني ضيف شي؟ تفضلي. هدول بيحلو. ايه صح، لمساتك حلوين، يسلم. العفو. الله يسلم ايديكم، شغلكم حلو كتير. والله شكله كتير طيب وبيشهي. ممكن تشوفي قلبي؟ شو رأيك بيمشي حاله مو هيك؟ خلينا نشوف شو فينا نعمل هلأ. ما بتحبي الطبخ مو؟ بس كمان ما بتحبي الأكل معقول؟ مبلا بحب، بشعر بالسعادة. وانتي مبسوطة بهالوضع؟ قصدي يعني بعد الزواج؟ ايه اكيد مبسوطة، انا وياه منشكر ربنا انه التقينا وتزوجنا. شباب وصبايا، وصلنا لنهاية درسنا، وبتمنى نكون استفدنا. مو بس استفدنا، أنا كمان زاد وزني بهالدرس. صحة وعوافي. العلب اللي بدكم تحطوا فيها القوالب وتاخدوها على البيت بتلاقوها تحت الطاولات، فيكم تستخدموها. موفقين إن شاء الله. شكرا. شكرا. راكان بيك، أنا بنان، بدي أقولك أني موافقة، بس أنا اللي رح حط الشروط، وأنا رح خطط لكل شيء. ما رح أسمح لمرتك تخدعني مرة تانية. إذا بتقبلوا بشروطي نمشي بالخطة. اتفقنا. شوف شو رح نعمل. نعم. طب
طيب فوتيها. مرحبا فريد. ما رجعتي على إزمير؟ شو شايف؟ ما قدرت روح قبل ما أشوفك وأحكي معك. بتوقع أنه حكينا مبارح بما فيه الكفاية. فريد، ممكن تصدقني، أنا حبيتك، حبيتك من جوات قلبي، والشي الأهم أني ما خنتك. هل رجعتي مشان تقليلي نفس الكلام؟ إيه طبعاً، لأنك ما قبلت تسمعني من قبل نحن وصلنا لهون فريد. بنان، الشي اللي أنت جاية تحكي فيه هلأ ما عاد له عندي أي أهمية. يلي صار صار، وأنا حالياً عم عيش حياة تانية ومختلفة، وأنت مالك فيها أي وجود. أنا أبداً ما خنتك فريد. بهديك الليلة في حدا عمل لعبة وصورني، وأنت صدقت هالصور وبعدت عني وتشوهت سمعتي. لو كنتي مكاني بتصدقي الصور ولا الكلام؟ الموضوع واضح. ما قدرت لاقي الزلمة اللي عمل هذا الشي بوقتها، لهيك ما قدرت أثبت براءتي، بس أنا شفته بالصدفة من شي شهرين تقريباً. إيه منيح حلو. ولما حكيت معه وسألته خبرني كل شي، وقال لي إنه دفعوا له مصاري واستأجروه لحتى تكمل لعبتهم، خلوني إسكر وحطوا لي منوم بمشروبي وأخذوا لي هدنك الصور وبعدين اختفى. تمثيلية، كذبات جديدة، عايشين بالأفلام. هاد رقم موبايله للشب، احكي معه تليفون، وإذا بدك روح شوفه شخصي. أكتر شي رح يفاجئك لما تعرف مين دفع له المصاري لحتى يعمل هيك. مين؟ ديما، كانت تحبك وتغار مني وعملت هيك لحتى تفرق بيناتنا وتتزوجك، وأنا ما استغربت، يعني هيك تصرفات طبيعية تطلع من وحدة مثل ديما. اسمع فريد، أنت هلأ شخص متزوج، ما بدي منك شي، تمام؟ مبروك وتتهنى بحياتك. أساساً أنا ما كنت ناوية أجي وخبرك هالشي بحياتي، بس لما مرتك عزمتني على الحفلة، يعني ما بعرف، حسيت أنه أنت لازم تعرف أنه ديما اللي عملت هيك. لسه في شي واحد لازم تعرفه، لأنك ما وثقت فيني ولا قبلت تسمعني، اضطريت نزل الولد يلي كان منك. كيف؟ لما ما وثقت فيني دفعت الثمن لحالي وخسرت ابني بسببك. أنا مناطرة منك اعتذار لأنه ما بيفيد. بدي تعرف أنه أنا مالي ذنب، وأنه أنتو كلكم ظلمتوني فريد. كل عام وأنت بخير، بتمنى لكم السعادة. ديما، أهلين. ديما احكي، بنان خانتني من 7 سنين ولا أنت اللي ورطتيها بهالقصة؟ أنا، وأنا ليش بدي أعمل هيك شي فريد؟ بعدين من وين طلعت لي بنان بعد كل هالفترة؟ مو هاد هو المهم، المهم أعرف إذا أنت وراء هالعملة الوسخة. بدي أعرف القصة بتفاصيلها. فريد، ما بعرف مين اللي خبرك بهالشي، بس أنا مستحيل أعمل هيك شي بشع، صدقني. أنا بعرف شو ممكن تعملي مشان مصلحتك، وقديش فيك تقدمي تنازلات لما بيكون في إلك منفعة بشي. أصبح ما بتعرفني. أنت اللي عملتيها ديما، وفيني أوصل للزلمة اللي دفعتي له؟ ولهيك جاوبيني بيكون أحسن. مظبوط، أنا اللي عملتها. مظبوط، أنا اللي عملتها. إيه، أنا، لأنه هذيك البنت اللي اسمها بنان ما كانت بتحبك ومو لابت لك بنوب. وبنان
كانت بتحبك بس منشان مصرياتك ونفوسك، وكان رح يجي يوم بتخونك وانا عجلت بهذا اليوم مو اكتر، وانا الوحيدة اللي كنت حبك بدون اي مصلحة، انا الوحيدة فهم. انت غلطت لما عملت علاقة مع بنان فريد، ولا اغلطت بزواجك من نازلي مرة تانية؟ لو رجع فيني الزمن ما بعمل هيك، بس انا بوقتها ما قدرت قاوم مشاعري، عم تفهم؟ ما قدرت قاوم. رفتك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين فريد. تعي. ايه كيف كان يومك؟ مانو منيح، في مشاكل. وانتي؟ عادي ماشي الحال. يعني طلبت شوية مقبلات، بتحبي غير شي؟ بنوب احكي، ما بدك تقول شو اللي خلى نهارك اليوم مانو منيح؟ شغل كتير مثل كل يوم، وراكان بيضل عم يعمل مشاكل هو ومرته دائما، شغلات معقدة لا تهتمي. لما الواحد بيقعد بالبيت ما بعرف ليش بيكتروا ضيوفه. رح ضيفك شي، شو بتشربي؟ شي سخن مثل القهوة مثلا؟ ولا شي بارد؟ لا تعذب حالك، زيارتي قصيرة مو مطولة. لا مو حلوة، جاي من أزمير لهون لازم ضيفك شي. من اليوم ورايح رح تشوفني كتير عزيز، لازم ضل باسطنبول. وفي موضوع مهم لازم نحكي أنا وياك فيه مطولا. مثل شو مثلا؟ فريد ونزلي. صحة وهنا. شكرا. شكرا فريد، مو على أساس إجينا لهون لنحكي كل شي بوضوح؟ مو هيك كانت الرسالة؟ صح هيك كانت. شو رأيك تحكي لكان؟ نازلي اليوم مرقت بقصص متعبة، فينا نحكي بالكتب والأغاني مثلا، ونأجل الأحاديث المهمة لغير مرة؟ في شي بدي أسألك عنه وجوابه كتير قصير. تفضلي. بنان، بنان هي حبيبتك القديمة شي؟ فريد سؤالي مانو صعب. بنوب انت وبنان كنتوا مرتبطين؟ يعني كان في مشروع زواج بيناتكم؟ مزبوط. تعرف انه شكيت؟ ايه بس ما توقعتك تخبي الموضوع عني. ما خبيت نازلي. بنان مسألة منتهية من زمان، وما حكينا من فترة طويلة، ولا حتى تليفون، ما في اتصال بيناتنا بنوب، لهيك ما كان في لزوم اذكر اسمه وازعجك فيه على الفاضي. ما كنت بدك تزعجني باسمها. تمام بسيطة، أساساً أنا شو دخلني؟ أنا ما لازم أسأل بنوب، زواجنا تمثيلية ومتفقين على هالشي، وما لازم أسألك، ما لازم أتدخل بأمورك الشخصية لأنه ما بحق لي. نازلي